السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساءكم ورد وفل وياسمين وكل حاجة حلوة. حلقة جديدة من برنامجنا آخر النهار على شبكة تلفزيون النهار، حلقة مساء يوم الأربع الموافق 26 ديسمبر 2018 من الميلاد. ايه مالكوا، فيه بردانين ولا ايه؟ حاسس كده ان انتوا قاعدين بردانين، واللي قاعد في البيت قاعد باللحاف ولا بالروب ولا ليه؟ الجو لطيف وزي ما انتوا شايفين اهو مصيف، ويا دوبك لابس الشيرز بس كده عشان يدفي الصدر. الجو مش مطمئن طبعا، انا بهزر، الاستوديو عندنا هنا عشان مكيف ودافي، فده اللي شجعني ان انا اعمل كده، لكن الجو بره الحقيقه ما بيهزرش، الجو برد، وهيئه الارصاد كمان ما بتهزرش في توجيهاتها وتحذيراتها التشديديه اللي عاملاها من امبارح، انه ابتداء من النهارده بالليل الجو واضح انه هيقل ادبه شويه. في كلام عن امطار، في كلام عن رياح شديده، في كلام عن انخفاض درجات الحراره بمعدل 3 او 4 درجات، مش عارف اكتر من كده هيبقى فين. فاحنا بنتكلم على موجه صقيعيه، موجه ساقعه شويه، الجو واضح ان هو عايز يلطف معانا في الويك اند. خلونا نتاكد من صديقنا العزيز الدكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه. مساء الفل يا دكتور. مساء الفل يا تستامر، مساء الفل عليك وعلى الساده المستمعين. ازي حضرتك؟ ان شاء الله اكون بخير. الله يخليك، تمام، مبسوط اني سمعت صوتك. انا الاسعد، ربنا يخليك. انا الاسعد، وهتبقى انا الاسقع ولا لا؟ الاسقع. حضرتك قلت فعلا ان فعلا في انخفاض في الحراره بين 3 ل 4 درجات. هي حاله من عدم الاستقرار في الاحوال الجويه، بدات على السواحل الشماليه ودخلت بعد ظهر اليوم الى الوجه البحري. النهارده من دلوقتي يعني بدات على القاهره خفيفه، هستمر معايا بقى بكره ذروتها. بكره ذروتها الخميس. الانخفاض هيبقى باين، نشاط الرياح هيحسسني ببروده الجو اكتر. هستمر سقوط الامطار، هتبقى رعديه على السواحل الشماليه وبعض محافظات الوجه البحري، هتبقى خفيفه لمتوسطه على القاهره وسيناء شمال ووسط سيناء ومدن القناه. يعني المطر هيمتد للقاهره؟ ان شاء الله بكره هيمتد للقاهره. يوم الجمعه هيستمر برضه معايا لحد بعد الصلاه كده، تبدا نحصل على السواحل الشماليه الشرقيه. شماليه شرقيه يعني دمياط، بورسعيد، العريش، حتى رفع المصريه. معلش بس عشان اللي زي حالتي في الجغرافيا كده يبقوا عارفين بس حالتهم عامله ازاي. فاحنا بنتوقع سقوط امطار بكره وبعده، طبعا امطار غزيره في المناطق الساحليه ومتوسطه في القاهره والوجه البحري والصعيد. لا مش هتوصل لحد الصعيد، هتبقى متوسطة على القاهرة، خفيفة إلى متوسطة على القاهرة، لكن غزيرة على الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية. ممتاز. وفي سرعة رياح وانخفاض درجات الحرارة من 3 إلى 4 درجات عن اللي احنا فيه دلوقتي. عن النهاردة كانت 20، بكرة توصل 17 على القاهرة. 17 على القاهرة، تبقى 16 على السواحل الشمالية. ربنا يطمنك. وطبعا ده بقى يستدعي التحذيرات كلها بتاعت الشبوره وبتاعت الطرق الهاي واي السريعه. يا ريت ان احنا بس الساده الساقين على الطرق، يعني الارض دلوقتي يبقى يعمل حسابه وتبقى المفتاحات بتاعته شغاله. وبعدين في حاجه برضو عايز اوجه فيها الناس الساقين، ما تقفلش ازاز السياره كله وانت في السياره، عشان التنفس بتاعك هيعمل شبوره على الازاز من الداخل، فمش هتعرف تمسحها. دي ملحوظه مهمه. سيب جزء من الشباك مفتوح حتى مع البرد وانت سقعان، سيب زي صغير كده من الشباك كده مفتوح، علشان تنفسك حتى لو كنت اكتر من واحد في العربيه هيعمل شبوره داخليه يحجب الرؤيه. وبره احنا تبقى المساحات شغاله، جوه مش هتبقى فيه مساحات، فهتبقى صعبه. صح، فلازم طبعا في ناس بتقفل الشبابيك عشان الهبو ما يطلعش بره، بس ده نتكلم فيه بعدين بقى دكتور. ماشي تمام. تحياتي يا دكتور عبد العال، شكرا جزيلا. الله يخليك. شكرا جزيلا. طيب تحذيرات مهمه، سيبكم طبعا موضوع الهب، ولكن ركزوا في موضوع الشبوره والسواقه على الطرق السريعه، علشان كمان وقت الامطار، خصوصا الامطار ما بتبقاش غزيره قوي، لما الامطار بتبقى متوسطه بتبقى الارض مزحلقه، زلقه باللغه العربيه كده، زلقه كأن حد حاطط ميه بصابون فيها، فبيبقى التحكم في السياره والتحكم في الاطارات صعب، والفرامل كمان بتلاقي صعوبه انها تمسك بسرعه وكذا. فربنا يستر طبعا على كل زملائنا واصدقائنا واخواتنا اللي على الطرق، التحذير واجب. الزياده بقى ولبس اتقل طالما درجه الحراره هتقل بكره وبعده وبعده.
النهارده يوم مفرح ويوم فيه بشاير، بشاير امل وبشاير خير وبشاير عمل وبشاير انجاز وبشاير حل مشاكل وبشاير طاقه امل ونور وسعاده لمئات والاف البشر اللي كانوا طول الوقت حاسين ان هم محرومين وحاسين ان هم بره الخريطه وبره الاهتمام وبره دائره الضوء، مره واحده اصبحوا في قلب دائره الضوء وفي قلب الحياه وفي قلب الاهتمام. انا بكلمكم عن افتتاح مشروع بشاير الخير 2 النهارده في محافظه الاسكندريه، منطقه العشوائيه اللي كان اسمها غيط العنب بتتحول الى بشاير الخير. والحقيقه في ناس كتير، وانا النقطه دي مهمه جدا قبل ما نخش على المشاهد وتشوفوا بعض الفيديوهات، النقطه دي انا عايز حضراتكم تركزوا فيها شويه، وارجو ان الناس يعني تصدقني في اللي انا هقوله وتحاول تطبق اللي انا هقوله ده، وبعد كده لكم الحكم زي ما انتم عاوزين، عشان بس محدش يزايد او محدش يهاجم او يتهمنا بالنفاق او بالتطويل او بالتهليل او بالتهم. احنا لا بنقلل ولا بنكبر، احنا بنحاول نحط كل حاجه في حجمها الطبيعي قدر الامكان. من كتر الحمد لله ربنا يديمها نعمه ويحفظها من الزوال، من كتر المشروعات الحلوة الكتير اللي بتتفتح كل كام يوم، ركزوا معايا في الكلام، من كتر المشروعات الحلوة الكتير اللي بتتفتح كل كام يوم قد نشعر انه بقى شيء عادي، وقد لا نشعر بحجم العمل اللي تم وانجز في كل مشروع منهم على حدة. كلامي واضح؟ لما الحاجة تكتر وتستمر وتتكرر، ربما وده شعور طبيعي احنا بشر، احساسنا بيها بيقل، درجة حماسنا ليها بتقل، درجة وعينا باهميتها وضخامتها بتقل. عشان كده بقول لحضراتكم انا مش عايز ده يحصل، واللي انا بطالب حضراتكم بقى ان انتوا تسمعوا كلامه فيه وتطبقوه، ان انا عايزكم اي حد النهاردة سمع انه الرئيس عبد الفتاح السيسي فتح مشروع بشاير الخير 2 اللي هي كانت منطقة عشوائية اسمها غيط العنب في اسكندرية، يفتح كده جوجل ولا النت ولا المواقع ويضيع من وقته بس 3 4 دقايق يقرا الموضوع ده كان عامل ازاي وبقى ازاي، كم الجهد اللي بذل فيه، كم الاموال اللي ضخت فيها، الصوره اللي كان عليها الناس اللي ساكنين اخواتنا المصريين اللي ساكنين في العشوائيات دي، والصوره اللي النهارده بقوا عايشين فيها اخواتنا المصريين اللي كانوا في العشوائيات واصبحوا الان في قلب الاهتمامات مش في العشوائيات. هتكتشفوا، لان انا عملت كده الصبح، هتكتشفوا انه لا، الانجاز كبير والعمل كان كبير والفرق كبير، وكون ان ده يحصل في سنوات قليلة وشهور قليلة بايادي مصرية، سواء من الشركات المقاولات، من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من المقاولين العرب، من وزارة الاسكان، من صندوق تطوير العشوائيات، من صندوق تحيا مصر، كل الجهات التي تستطيع ان تساعد بتحط ايديها في ايدين بعض علشان تعمل الفارق، والفارق اتعمل. عشان كده انا بطالب حضراتكم انه الحمد لله، الحمد لله، واحنا بنحمد ربنا ان مصر بتتغير ومصر بتتجمل، وجه مصر اللي كان ساده الحزن وساده مش عايز اقول الشيخوخة بس سادته ملامح الشيخوخة والعجز من سنوات، الحمد لله دلوقتي مصر وجهها بيعود الى نضارته والى شبابه، وبنحط كده المكياج والتجميل الحلو عشان ترجع مصر بهية. لما بنقول الله عليك يا بهية يا ست الحسن يا مصر يا ام الدنيا، ده كان كلام، وصلنا المرحلة كان كلام، دلوقتي احنا بنرجع نعيد لمصر وجهها الباهي المضيء المنير الجميل، بس بكتير من التعب. وانا بقول الكلام ده مش عايزكم برضو تقولوا ان انا كل ده عشان بس نشيد بالرئيس عبد الفتاح السيسي، طبعا الاشادة بالرئيس عبد الفتاح السيسي واجبة، لان هو قائد هذه الكتيبة من ساعة ما جه وهو اللي بيدير هذه المنظومة علشان المشروعات دي تكمل. لكن وزي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة، عمره ما رئيس لوحده مهما كان سوبرمان يستطيع انه ينجز كل هذه الاعمال بمفرده. عشان كده انا عايزكم وانتوا بتدققوا في هذه الموضوعات وبتقروا الارقام وبتقروا الاحصائيات وبتقروا الموارد الماليه اللي اتضخت وبتشوفوا الصور بيفور اند افتر قبل وبعد، عايزكم تحيوا الالاف المؤلفه
من الأيدي العاملة المصرية من كل الطبقات، من المهندسين والاستشاريين والمقاولين لحد الفواعلية والعمال الصغيرين. هؤلاء هم من يستحقون التحية، هؤلاء هم الأيادي التي تبني مصر الجديدة الآن، هؤلاء هم الناس اللي بيشتغلوا وطبعا بيكسبوا وبيلاقوا لقمة عيش وبيساعدوا في تغيير الحياة المصرية اللي كنا بنعاني منها إلى شكل أفضل. ده المكت الكبير أو النموذج المحاكى الكبير اللي كان بيتابعه الرئيس عبد الفتاح السيسي عن المشروع قبل جولته الميدانية نفسها في المشروع. وخليني علشان أكون يعني موافق القول بالفعل، أنا قلت لحضراتكم فكروا ودققوا وقروا وشوفوا. أنا هعرض على حضراتكم دلوقتي دقائق قليلة من الفيلم التسجيلي المتعلق بتحويل عشوائية غيط العنب في اسكندرية إلى حضارية بشائر الخير 2. اتفرجوا ونرجع نتكلم. ووسط وغرب الإسكندرية، فضلا عن تنفيذ عدد 5 كباري جديدة بالقطاع المغطى، أحدهم بمنطقة أبو سليمان وآخرين بمنطقتي أنتونيادس والمطار لربط المحور على طريق القبار السريع، وكذلك كوبري بشائر الخير ألف وبشائر الخير ب لربط محور المحمودية على محور الدائري الساحلي. أما عن القطاع المكشوف، جاري تنفيذ عدد 6 كباري سيارات للدوران للاتجاه الآخر لربط جانبي الترعة، كما يتضمن المشروع تنفيذ حوالي 25 كوبري مشاة للربط بين جانبي المحور. ويعد المشروع محورا تنمويا متكاملا سيلبي كل متطلبات التنمية والحركة والاستثمار وحل المشكلة المرورية بمحافظة الإسكندرية، وكذا خدمة التوسعات العمرانية الجديدة. محور المحمودية مش محور، ده مش طريق يا جماعة، ده عبارة عن محور تنمية متكامل، في تجاري وفي إداري وفي اجتماعي سكني محترم، وفي بالإضافة لكده طبعا تطوير منظومة الري اللي مش مستخدمة. وسيتم استثمار الأرض المكتسبة من تغطية ترعة المحمودية في عمل مشروعات إسكان متعدد المستويات على طول المحور، وكذلك عدد 14 نقطة تنموية لخدمة الأهالي تشمل دور عبادة وساحات شعبية ونقاط أمنية ومرورية وحماية مدنية ومراكز تجارية ومحطات لوسائل النقل العام. كما شملت الدراسة حصر جميع المسطحات والأراضي الفضاء غير المستغلة والمصانع المعطلة بقطاع الأعمال والتي لا تعمل بكامل طاقتها بهدف إعداد برنامج لتأهيلها والاستفادة منها بإجمالي حوالي 2 مليون متر مسطح. ويوفر المشروع حوالي 15 ألف فرصة عمل مباشرة وحوالي 25 ألف فرصة عمل غير مباشرة بإجمالي حوالي 40 ألف فرصة عمل بالمشروع. مشروع تطوير محور ترعة المحمودية شريان أمل لأهالي محافظة الإسكندرية سيؤدي إلى تحول ديموغرافي للأراضي على جانبي المحور مع التنوع في الأنشطة المختلفة والارتقاء بالنسيج العمراني لمحافظة الإسكندرية. طالما الفكر موجود وطالما النية موجودة وطالما التخطيط موجود، انا في رأيي بعد توفيق ربنا كل حاجة سهلة، كل حاجة سهلة. بس طبعا انا بكلمكم عن السهل الممتنع، اللي هو السهل اللي مختلط بصعوبات وعراقيل وعوائق كثيرة. اهم هذه العوائق هي الموارد المالية، اهم هذه العوائق هي توفير الفلوس والاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ كل هذا الفكر. انا ممكن يبقى عندي فكر رائع وعندي نوايا كثيرة وعندي خطط ولا اجمل، لكن زي ما بيقولوا كده العين بصيرة والايد قصيرة. وده اللي قاله النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وناشد فيه كل جهات المجتمع والدولة انها تمد ايديها للمساعدة، لانه الدولة وحدها مهما كان في صندوق تطوير العشوائيات وكان في صندوق تحيا مصر وباقي الجهات، لكن من غير المجتمع الاهلي الممثل في
الأفراد وتبرعاتهم والجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية والمنظمات غير الحكومية. والضلع الثاني المهم جدا وهو القطاع الخاص ورجال الأعمال واستثماراتهم وتبرعاتهم ومسؤولياتهم الاجتماعية لشركاتهم في خدمة قضايا الدولة ومشروعات الدولة. عمرنا ما هنعرف نحقق اللي احنا عاوزينه في الوقت المناسب. وخدوا بالكم في نقطة مهمة كمان، ان احنا مع كل ده في سباق مع الزمن. ليه في سباق مع الزمن؟ لانه العالم برانا بيتحدث، وللأسف الشديد احنا مش واقفين معاهم قدما بقدم فهم يتقدموا خطوة احنا نعملها. لا، هما بسبب ان احنا نمنا كتير في الدرة، هما سبقونا بامتار واميال. فاحنا دلوقتي بنحاول بس نقلل الفجوة الحضارية اللي بيننا وبينهم فبنجري. وعشان كده الرئيس من ساعة ما جه قال لك الايقاع حتى السريع ما ينفعش، لازم يبقى فيه ايقاع اكثر سرعة، هو ايقاع استثنائي عشان نعوض الكاب، نعوض الفجوة الزمنية الكبيرة اللي احنا خسرنا فيها سنوات وعقود من عدم العمل وعدم الانجاز وعدم التخطيط وعدم التقدم، ونحاول معاه ان احنا نقلل هذه الفجوة ونخلي المصريين ما يبصوش لغيرهم. ودي نقطة مهمة جدا. انا نفسي يجي اليوم، وان شاء الله هيجي قريب، اللي المصري ما يبصش للي في ايد غيره سواء في اوروبا او في امريكا او في اسيا، ويقول يا ريتني كنت عايش هناك، او يا ريتني باخد الخدمة الفلانية بالشكل ده، او يا ريتني باخد السلعة الفلانية بالشكل ده، او بتعالج بالشكل ده، او بتعلم بالشكل ده. لحد النهاردة الكلام ده بيتقال، وكتير من المصريين عندهم حق فيه، لان احنا لسه بنسابق الزمن وبنجري نصلح الاخطاء. لكن مع هذا السباق وهذا الايقاع الرائع في العمل، انا رأيي المتواضع انه لن يمر وقت كثير حتى يفرح المصريون بما في ايديهم ولا ينظروا الى ما في ايدي غيرهم. نسمع. او ما بشار الخير مكلفين كام لغايه دلوقتي؟ لا، بشائر الخير يا فندم، التكلفة الإجمالية بشائر الخير 1 و2 و3، لا لما بنتكلم على إجمالي التكلفة تقريبا بنتكلم في حدود 9 مليار. طب كويس قوي. هو المجتمع المدني وتحيا مصر دفعت المبلغ ده أو هتدفع؟ لا أوضح يا فندم. لا أنا برد عليك بقولك لا. حاضر. لا تمام. أو أنت تبقى ضامن ده خلاص، لو أنت ضامن تجيب المبلغ ده خلاص. احنا خدنا 600 مليون جنيه حتى الان من وزاره من الاسكان، وانا بقول الكلام ده عشان مش عشان حاجه، عشان نصلح الكلام. وفي لقطه تانية الحقيقه انا حابب اتوقف عندها، وهي ملاحظه للمدققين هيلاحظوها في جولات الرئيس الاخيره، خصوصا الاخيره اللي هي اخر شهر شهرين تحديدا، وهو ان الرئيس اصبح في حاله شفافيه كامله حتى في حواراته مع المسؤولين ومساعديه أمام الرأي العام. ودي سنة الحقيقة أنا في رأيي إنها حميدة جدا جدا ورائعة، بس كتير من رؤساء العالم يخافوا يعملوها. أي رئيس يقولك أولا أنا لو في خطأ، لو في مشكلة وبتاع، ما ينفعش يتناقش كده قدام الجماهير والرأي العام، والتلفزيون بينقل على الهواء. رقم 2، لو المسؤول اللي معايا سواء كان وزير او محافظ وانا بسأله في حاجة ومعرفهاش، قد يتعرض للإحراج، وقد يحدث ده نوع من انواع البلبلة على السوشيال ميديا ولا كذا ولا كذا. في ناس كتير تفكر كده، وغالبية الزعماء والرؤساء ما بيعملوش ده، لان احنا بنشوف نشاطات رؤساء كثير اجانب في الغرب وفي الشرق ما بيعملوش كده، يطلع يقول لك تمام تمام تمام، ولو في حاجة تبقى في الغرف المغلقة وفي الاجتماعات غير المصورة علشان يبقى في الكتمان وفي السر. لكن انا رايي ان السنه دي اللي بيسنها الرئيس عبد الفتاح السيسي جيده جدا وتجيب نتائج ومزايا كثيره جدا. اولا زي ما انا قلت لكم كده، ان المواطن اللي قاعد بيتفرج يبقى متاكد ان مفيش حاجه بتدارى، مفيش حاجه بتستخبى عليه، مفيش حاجه بتتقال في الغرف المغلقه وحاجه تانية بتتقال في العلن، ودي ميزه مهمه. 2، بترسخ حاله الشفافيه، ان يبقى بالبلدي كده، عارفين المثل البلدي اللي بيقولك كله على عينك يا تاجر، او كله على عينك يا تاجر، ادي الجمل وادي الجمال، ادي المشروع وادي الموارد وادي المشاكل، وعايزين فلوس، والخطا هنا والسلبيه هنا وهنعالجها بالشكل ده. فشيوع حاله الشفافيه واحده من اهم المزايا اللي يجب انها تستمر وتنتشر وتتعمم في الدوله كلها. ويا ريت الحاله دي تبقى حاله معديه من الرئيس للمسؤولين الاصغر، من رئيس الحكومه للوزير للمحافظ للرئيس، الكل يتبنى هذه الحاله،
كلنا نبقى صرحاء، لانه محدش هيداري حاجة الا الفاسد. خدوا بالكم من النقطة دي، محدش هيداري الا الحرامي. اما اللي ايده شريفة وايده نظيفة وعمله طاهر ولا يبغي الا ربنا سبحانه وتعالى والبلد ومصلحة البلد، هيخاف من ايه؟ هيداري ايه؟ تعالوا حاسبوني، تعالوا شوفوا لو انا حرامي او فاسد او كذا اقطعوا ايديا. فالنقطة دي مهمة، وهي اثبات كمان لطهارة اليد ونظافة الذمة. رقم ثلاثة ودي الاهم بقى كمان، هي الامتحانات المفاجأة اذا جاز التعبير اللي بيعملها السيد الرئيس للمسؤولين والوزراء والمحافظين. هتخلي السيدة الوزراء والمحافظين دايما مذاكرين، ما انا مش عارف همتحن امتى ومش عارف هتسئل امتى، فبالتالي هبقى مذاكر وجاهز طول الوقت عشان وقت ما يجي لي زيارة مفاجأة ولا امتحان مفاجئ ولا سؤال مفاجئ زي اللي اتسألهم السيد محافظ القاهرة من كام اسبوع، ما اقفش في نفس الموقف ولا واجاوب واجيب النمرة النهائية لو عرفت يعني. فانا شايف انها مزايا كثيرة جدا، ومحدش يقول انه الرئيس يحرج المسؤولين، بالعكس بالعكس، ده الرئيس بيعود المحافظين على انه يبقى جاهز، ولو المعلومة مش عندك قول المعلومة دي مش تخصصي لكن هنسأل فيها الفلان الفلاني هو المسؤول عنها ويكمل. الحياة لازم تبقى ابسط، والحياة لازم تبقى اسهل، والميكانيزم بتاع تعامل الرئيس مع مرؤوسيه مع مساعديه معانا لازم تبقى فيها حالة من حالات السيولة وحالة من حالات المرونة وحالة من حالات البساطة. التعقيد يجيب تعقيد، سهلة والبساطة تجيب بساطة، ده رأيي المتواضع يعني. ومن البساطة، البساطة اللي اخد بيها الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة موضوع النكت اللي نزلت على المصريين، وانا كنت سعيد النهاردة جدا الحقيقة والرئيس عبد الفتاح السيسي بيتكلم فيها بمنتهى الاريحية، تهزر هو كمان ونكت مع المصريين وقال لهم انتوا مش معقولين في النكت وطلعتوا كم خرافي من النكت، اذا كنتوا هتنكتوا النهاردة انا مش عارف هتنكتوا على ايه، بس اذا كنتوا هتنكتوا يا مصريين نكتوا بس بالراحة عليا شوية. فانا شايف انها حالة جميلة كمان من التباسط والبساطة اللي الرئيس بيعملها، سواء في حواره مع الشعب العادي او في حواره مع المسؤولين والمحافظين والوزراء، علشان تبقى البساطة هي المعيار. تعالوا نسمع. انا بقول لكم ان في عندنا، عشان الناس لما اتكلمنا في الموضوع ده حجم النكت اللي طلع فوق الخيال، فوق الخيال على الموضوع الوزن الزيادة فوق الخيال. يعني ما اعرفش هيطلعوا نكت النهاردة، مش عارف يعني. صحيح حجم نكت مش ممكن المصريين، يعني نكت كتير جدا على الوزن الزيادة. طب انا بكلمكم بقى على حاجة تانية، انا بقول لكل ام في البيت ولكل اب في البيت، خلي بالك انا هنا بقول لك الانيميا موجودة، انا بتكلم في نسب، مش بتكلم مثلا 70-30، لا بدام اتكلمت عنها يبقى ظاهرة، ظاهرة يعني معناها ان العدد كبير. بقول ايه؟ طب الراجل اللي هو او الاسرة اللي بتقدر تصرف كويس في الاكل ازاي عنده انيميا؟ يبقى نمط الغذاء اللي بياكله يتخن، هو عايز ياخد الحاجات اللي هي الفاست فود ولا شوف بتقولوا ايه الحاجات دي، وانتوا وتحبوا الاولاد فخدوا يا اولاد اللي انتوا عايزينه، فياكل حاجه تجيب له انيميا وتضعف من قدرته وتضعف من صحته، وبعدين كمان تزود وزنه. التاني بقى لا، ده عنده انيميا والتاني عنده انيميا والتاني عنده انيميا، والانيميا اللي عنده والاكل اللي بياكله هيقزمه. حد يقول لي يطلعوا بقى الناس يقول لك طيب انت قاعد بعيري بعير اهلي، انتوا بتتكلموا ايه؟ انتوا بتتكلموا على اهلي؟ المصريين دول اهلي، بس احنا هفضل ابص عليهم واتفرج عليهم واسكت وانتوا كمان تتفرجوا معايا وتسكتوا، ولا ننزل المدارس وعذب نفسي انا وغيري من المسؤولين عشان اطمن على اولادي، ولاد مصر اللي هم مستقبل بكره، بتاكل ايه؟ بتاكل ايه؟ هناكله ايه؟ هتعملوا كده ولا يعني المشاغل كتير والمصاعب كتير؟ صحيح، انما ده حالنا،
ده حالنا. ارجو بقى ان احنا يعني تنكتوا على مهلكوا شويه عليا. هي الحقيقه ملحوظه غريبه انه الاطفال والشباب الصغيرين في مصر اللي في المدارس الحكوميه وابناء الاسر الفقيره وما تحت المتوسطه والمتوسطه بيعانوا من النحافه والانيميا، واصحاب الاسر او ابناء الاسر فوق المتوسطه والثريه والميسوره بيعانوا من التقزم والسمنه. طب هنجيب بقى شباب في النص منين؟ نجيب ولاد ماسكه صحتها وماسكه سلامتها الغذائيه كويس منين؟ نجيب شباب رياضيين ويخشوا الجيش والشرطه واجساد صحيه وعقول صحيه، لان العقل السليم في الجسم السليم منين؟ فهي نقطه تستحق التوقف، نقطه تستحق التوقف، بس عشان نتوقف عندها لازم نتوقف بعلم، مش نتوقف بحاله الهزيان اللي احنا بنعملها طول الوقت والكلام والافتاء بغير علم. وعشان يبقى في علم لازم يبقى في ارقام واحصاءات ونسب. احنا معانا التليفون يا شباب، معانا الدكتوره سهير عبد الحميد رئيس هيئه التامين الصحي. مساء الخير يا دكتوره. مساء الخير يا استاذ سامر. ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله يا فندم. ازي حضرتك؟ انا عارف ان حضراتكم عملتوا مسح في المدارس وشفتوا ارقام ونسب، ويمكن ده كان سبب من الاسباب اللي اتكلم عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده وهو في الاسكندريه. قولي لي حضرتك احصاءات والارقام بتقول ايه على صحه ولادنا وسلامتهم الغذائيه؟ في البدايه اللي احنا بنعمله ده مبادره خامه رئيس زائد المبادرات الجميله اللي هو ابتداها معانا. احنا ابتدينا بروتوكول بين الصحه والتعليم، وزير الصحة ووزير التعليم. أيوة. ان احنا هنعمل مسح على ثلاث امراض، الانيميا والسمنة والتقزم في المدارس الابتدائي اللي هي الاطفال من ثاني اولى ابتدائي لستة ابتدائي. عملناها في ثلاث مدارس في كل محافظة كبايلوت ستادي. ان في 27 محافظة ابتدينا من 16 وخلصنا من 20. كويس. 16 12. حضرتك عملنا 81 مدرسة في محافظة. تمام. يعني عدد الطلبه في كل مدرسه كان 500، يعني في المحافظه 1500 طالب. علشان نعمل الدراسه تبقى صح. كويس. كان المستهدف حوالي 40,000 طالب في المرحله الابتدائيه. سجلنا اللي تم فحصه حوالي 35,000، لان احنا كنا بنشترط الرقم القومي اللي هو شهاده الميلاد بتاع الطالب وموافقه ولي الامر. تمام. ال 5000 اللي ما جوش اولياء الامور ما بعتوش موافقه. كويس. يعني ما نقدرش نعمل فحص للطفل من طبعًا غير موافقه. طبعا طبعا. عملنا نسبه انجاز 85%. الانيميا كانت اعلى نسبه. الانيميا حوالي 7597 طالب بنسبه 22%. ثانيه واحده. ثانيه واحده. المجمل الطلبه اللي تم الكشف عليهم 45، المفروض 35,000 طالب. 35,000. 1000 7000 منهم 7597 انيميا، اقل الهيموجلوبين اقل من 11.5 طبقا لمؤشرات منظمه الصحه العالميه. تمام. 7500 يعني حوالي 7600 طالب بنسبه 22%. عندهم مرض الانيميا. ده في البايلوت ستادي، لان احنا ما عملناش لسه مصر كلها. احنا طبعا طبعا مصر طبعا كلها طبعا. بعد اجازه نص لا لا ده رقم مخيف برضو. طبعا طبعا. تمام. غير الانيميا. بالنسبه لقصر القامه كان حوالي 1182 طالب بنسبه 43%. ده اللي هو ايه قصر القامه؟ يعني نسبه مش كبيره. بس يا دكتور الحقيقه لا، قصر القامه دي بره القصر اللي هو التقزم. اللي هو التقزم. ما انا فاهم، بس هو قصر القامه ده له علاقه بسلامه الغذاء؟ مالوش علاقه بتاعي ده، خلقه ربنا ولا ايه؟ قصر القامه لا حضرتك، في حاجات بتبقى طبيعيه وحاجات ما بتبقاش طبيعيه. في اطفال بيبقى عنده تقزم اللي هو قصر القامه بيبقى اقل من المعدل الطبيعي، ده بنوجهه على لجان الهرمون في التامين الصحي عشان نديله هرمون نمو، في بروتوكولات لعلاج هذه الامراض. يعني القصر ده القامه لو هو طبيعي يبقى قصر قامه عادي، لو مش طبيعي يبقى تقزم. طبعا. دي نقطه مهمه. ولها مؤشرات. دي نقطه مهمه. تمام. بالنسبه للسمنه كان بنسبتها 12.7% حوالي 4383 طالب. 4300 83 طالب وطالبه. حوالي 4400 طالب سمنه. 12.7%. تمام. كان بالنسبه للذكور اكتر من الاناث بنسبه 14%، الاناث 11%. ده في السمنه؟ في السمنه.
طبعا دول البدانه يعني. فاحنا في بروتوكولات بقى وفي دورات تدريبيه هتبقى في المدارس. كان معانا في الحمله مجلس السمنه، معلش تاني رقم السمنه، الذكور اكثر سمنه من الاناث؟ اكثر من الاناث الذكور. طب والله والله دي حاجه كويسه، لان ده يبشر بجيل من البنات كده ممشوقه القوام. ممشوقه القوام. طيب تمام. احنا طبعا هنطلع من الدراسه دي، ده بايلوت. النسب دي هنحطها في تقرير وهنعرض على معالي الوزيره، ولينا طيب المدارس كلها. السمنه الحاجات دي يا فندم، عشان برضو المعلومه تبقى كامله، كل ما الاعراض او الامراض اللي احنا اتكلمنا فيها دي قابله للعلاج طبعا، يعني السمنه قابله للعلاج، التقزم قابل للعلاج طبعا. لان انا زميلي هنا رئيس تحرير عنده كل حاجه من اللي احنا قلناها، تقزم مع سمنه وكذا، فممكن عشان كده احنا خدنا الاطفال اللي هم من سن 6 ل 12 سنه. مظبوط. هم دولت الاطفال اللي نبتدي بقى معاهم العلاج عشان نطلع جيل ونشء جيد في البلد يعني ان شاء الله. يا رب يا رب. جهد ممتاز، وانا متاكد ان الجهد الاكبر كمان هيبقى في الصيف بقى لما تعملوا المسح الشامل يا دكتوره ان شاء الله. الله بعد اجازه نص السنه هنبتدي نمسح بقيه مدارس بعد اجازه نص السنه باذن الله. هايل، ربنا معاكم، وهنتابع معاكم النتائج ان شاء الله، حفاظا على صحه اولادنا ان شاء الله في مدارس الجمهوريه. شيء ممتاز، ممتاز جدا الحقيقه. طيب وخليني اوديكم، انا قلت لكم النهارده في بدايه الحلقه ان النهارده بسم الله ما شاء الله يوم مفرح، يعني الاخبار فيه كلها معظمها، في خبر واحد بس فيستك كده هقوله لكم كمان شويه، لكن معظم الاخبار الثانيه مفرحه ومبشره وتدعو للتفاؤل والامل كده. سيب حضراتكم دلوقتي قبل ما اروح للفاصل مع تقرير. التقرير ده صنع اخر النهار وله علاقه برؤيه اخر النهار لما يجب ان يكون عليه الناس الايجابيين في مصر. واذا كنا بنتكلم عن الناس الايجابيين في مصر يبقى لازم نتكلم عن الستات. ادي الله ودي حكمته، رغم ان انا يعني مكتوب في البطاقه ذكر، لكن الحقيقه الست في مصر بمقام 100 ذكر. اي دايما اي حاجه فيها تقدم مبادره كده تلاقي الست دايما. انا هكلمكم عن الست عزيزه. الست عزيزه ست من امبابه. امبابه هذه المنطقه الشعبيه الجميله اللي موجوده في محافظه الجيزه. قررت، بما اننا بنتكلم عن المدارس والاطفال والصحه، قررت انها تعمل خير. ست في استطاعتها انها تعمل خير. فقالت لك التلاميذ والاطفال اللي في المدارس الحكوميه اللي في امبابه، وتحديدا في المنطقه اللي اسمها ايه؟ هقول لكم حالا حالا حالا. عزبه الصعايده. في المنطقه اللي اسمها عزبه الصعايده، قالت لك التلاميذ بتوع المدارس الحكوميه هناك غلابه. وغالبا ما بياخدوش بقى سندوتش الجبنه الرومي ولا سندوتش اللانشون ولا سندوتش الجبنه النستو مش عارف ايه ولا كذا وكذا، غالبا ما بياكلوش هو. فعملت لهم هي مع مجموعه من الستات اصحابها تحت قيادتها واشرافها، عملت لهم مائده اكل يوميا. مائده اكل يوميا في عزبه الصعايده في محافظه امبابه، في منطقه امبابه. الولاد يوميا دلوقتي بيخرجوا من المدرسه يطلعوا على الترابيزه اللي فيها الاكل بتاع الست عزيزه. بصوا الحاجات الحلوه، بصوا الجمال. الست عزيزه عامله جمعيه، واهم نشاط لهذه الجمعيه الترابيزه اللي انتوا شايفينها دي. مائده رحمن، بس مش مرتبطه برمضان. مائده رحمن، لان الرحمن هو رب رمضان ورب كل الشهور عدا رمضان. شوفوا التقرير. المبادرة اسمها مبادرة معا ضد الجوع. انا من 30 سنة كان حلم حياتي كله ان انا اكل الناس والبسهم وعالجهم. فكنت قاعدة في الشارع كده عاملة مبادرة من لوحدي كده، كان على قد حالي. فربنا كرمني الحمد لله، عملت مائدة رحمن طول السنة، كل يوم وجبة غدا الساعة 2 الظهر. اي حد ماشي في الشارع جعان بيخش يتغدى عندنا ويمشي. احنا ناس ظروفنا على قدها، بس انا مش عايشه في الدنيا زي الناس اللي بتفكر في حالي. لا، ما بفكرش في حالي ابدا. بلم من جيران، من حبايبي، من صحابي خارج امبابه وداخل امبابه، وعندي ناس كتير جدا بيساعدوني من خارج امبابه بالتليفون، انا محتاجه كذا يجمعوا توارد ويدوها لي كده. يعني عشره بقالنا مع بعض فوق 30 سنه. انا بعشق ان انا اكمل اكل الاطفال. ما جاتش في دماغي ان انا اكل ناس كبيره زي ما باكل الاطفال اللي انا اتحرمت منه.
انا محتاجه حد يقف جنبي في التبرعات عينيه او ماديه، لاني انا فاتحه على نفسي فتحه جامده وما عنديش دخل ثابت. يعني انا ما عنديش دخل ثابت. الاكل لما بيجي لنا من متبرعين بيبدا بيستخدموه، ده كلهم متطوعين طبعا، كل موجود في المطبخ عندنا متطوع. بيبداوا يجهزوا، بيجوا مثلا من الصبح الساعه 9 الصبح بيبداوا يجهزوا وينضفوا الاكل ويطبخوه لغايه الساعه 1 بيبدا الوجبات، وقت خروج المدارس بنبدا نوزعها عليهم. مره رز، مره مكرونه، مره فراخ، مره لحمه، مره كفته. كل الاول بنطبخ في الشارع، بناخد محل بنطبخ فيه، فربنا كرم علينا وبعت لنا المكان ده محافظ الجيزه، وبفضل الله سبحانه وتعالى تم تخصيص حته الارض اللي احنا موجودين عليها دلوقتي حالا لعمل المطبخ لاحباب الكريم، بحيث يكون مطبخ متكامل. يعني بدل طبعا لا ادميه طبعا، بدل الانسان بدل ما يقعد في الشارع، لا قاعد في مكان جميل. كل يوم بننزل الساعه 8 الصبح نعمل وجبات للاطفال المدارس للحريم اللي هي الارامل، بيجيبوا اولادهم ويجوا ياكلوا. كل يوم بنعمل لهم اكل، فراخ، لحمه، رز، فاصوليا، كل حاجه الحمد لله. وكده كده احنا قاعدين في بيوتنا فاضيين، فننزل نعمل اي حاجه خير الحمد لله، ربنا يجعله في ميزان حسناتنا. احنا بنيجي بناكل وبتراضينا، بتدينا شنطه كل شهر وكويسه معانا الحمد لله. هي كويسه وانسانه محترمه والله، وربنا يقدرها على فعل الخير. كويسه بتدي الغلابه وبتساعد المحتاج وكل حاجه. يعني باكل لحمه اول مره اجيب، والله ما ادي بظروفها، ناديت عليا ودخلت جلسه. اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. قلت لكم في بدايه الحلقه ان النهارده الحلقه مبهجه، حلقه سعيده، حلقه مفرحه، فيها كتير من الاخبار الايجابيه اللي تدعو للتفاؤل. وقلت لكم قبل الفاصل ما عدا خبر واحد فيستك كده مش تمام، بس هناخد الفيستك دلوقتي عشان نخلص منه، ويا ريت فعلا نخلص منه خالص ومن هذه مش حاضر اقول الظاهره، بس هذه القنبله الموقوته، هذه المشكله اللي لو تفشت هتبقى سلاما بقى على القيم والتقاليد والأخلاق وسلامة المجتمع وحاجات كتير. القاعدة بتقول إذا بليتم فاستتروا، مش فافضحوا ولا سيحوا ولا. قصة مخزية الحقيقة، بطلتها بنتين من مصر، واحدة اسمها نوران والتانية اسمها ميرال. والحقيقة السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي كلها مقلوبة عشان الحكاية دي. نوران وميرال بنتين شابتين بيحبوا بعض. ميرال ونوران شابتين قريبين من بعض. ميرال ونوران شابتين هيتجوزوا بعض. ألف 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 مبروك، ويعني مش عارف أقول بالإيه بقى، لأن لا ينفع لا بالكذا ولا بالكذا، ده هو ينفعش غير حاجة واحدة اللي هي بالكذا. وأنا مش عارف الحقيقة، حتى لو افترضنا أن ده حاصل ما بينهم وهذا شذوذ وهذا نوع من أنواع العلاقة المثليين، مثليين يعني راجل مع راجل أو ست مع ست، أنا مش بصدق هذه البجاحة في فكرة الإعلان، وأنها تكتب على صفحتها في الفيسبوك وتعلن على انها بتحب واحدة وانها هتتجوز واحدة. لا دي قيمنا ولا دي اخلاقنا ولا دي طريقتنا. ومش عارف ازاي كمان يعني قادرة انها تستحمل ال 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 رد الفعل اللي انا متأكد من نخوة المصريين ان كل واحد سمعني دلوقتي عروقه ضربة فيها الدم لحد النفوخ، كل واحد فينا ضغطه ارتفع دلوقتي بقى 200 على 100. ما حدش يعمل كده، ولو حد تنيل وعمل كده ما يعلنش عن كده. اسمعوا البنت كاتبة ايه على صفحتها، هي اللي كاتبة بنفسها على صفحتها على الفيسبوك. ميرال كاتبة: قصتنا بدأت يوم ما اتقابلنا وحبينا بعض من اول يوم، وانت اتأخرتي عليا في اول مرة نقابل فيها بعض، عدينا بحاجات كتير سوا كانت اكترها الوحش، بس انت كنت جنبي دايما، ما نقدرش نبعد عن بعض اكتر من 100 متر.
قالت مش هنسى ايام جوعنا ونومتنا على الارض في عز الشتاء، بس انتي كنتي بتدفيني دايما، بس انتي كنتي بتدفيني دايما. كانت اكتر سنة صعبة علينا ومحدش وقف فيها جنبنا، بس ما كنتش محتاجة حد غيرك. عدينا بحاجات كتير بس وصلنا في الاخر للي كنا بنحلم بيه من سنة، وهنعرف نقف على رجلنا تاني ونبني حياتنا. بحبك ومستنية يوم جوازنا، بحبك ومستنية يوم جوازنا، واليوم اللي هنبني فيه عيلتنا ونجيب بنات وولاد ونعيش في تبات ونبات. صوتي يا اللي انت مش غرمانة. طب يعني هتعيشوا في تبات ونبات، تمشي، يمكن يبقى عندكم التبات والنبات، تزرعوا حاجة والنبات ومش عارف ايه، والتبات معرفش اللي هو بيتعمل ازاي، لكن هتجيبوا بنات وولاد ازاي؟ الا اذا كان في حاجة يعني العلم مش عارف. ده انتوا مش عايزين حقن مجهري، ده انتوا عايزين حقن من الجيران، محتاجين مساعدة صديق. هو ايه؟ ليه؟ فين؟ مين؟ ازاي؟ ليه هما يحبوا بعض؟ هما يعزوا بعض؟ هما يدفوا بعض؟ لا مش عندنا الكلام ده. ليه يعني بنتين قريبين من بعض كده وبيحبوا بعض كده ويقفوا جنب بعض كده يبقوا اخوات كده، يبقوا اختين يقفوا جنب بعض ويشدوا ازر بعض ويكملوا العلاقة المحترمة طول العمر، لكن بنتين يقفوا جنب بعض فالنهاية تبقى جواز؟ انهي مجتمع اللي هيسمح بده؟ وانهي دين يسمح بده؟ وانهي قانون يسمح بده؟ يا استاذ عصام. سامر. يا مساء الفل. مساء النور. الاستاذ العصام اسلامبولي المحامي والفقيه القانوني، مساء الفل. اهلا بيك يا سيدي. انهي قانون يا ريس اللي يسمح بده؟ لا الشرع ولا القانون يسمح بده. لا الشرع ولا القانون. طبعا. يعني مفيش حاجة اسمها ان البنتين دول يقول لك طيب اذا كان الدين والشرع لا نروح نتجوز مدني. لا ولا حتى مدني. يعني مدني. هذه علاقة آثمة محرمة ومؤثمة. محرمة شرعا ومؤثمة جنائيا. لأنها تمثل تكون نوع من الفسق والفجور. من أعمال الفسق والفجور. دي من أعمال الفسق والفجور اللي نص طبعًا. القانون على معاقبتها. طبعا. فلا جواز شرعي عند مأذون ولا جواز مدني عند محامي. صحيح. والمأذون او المحامي اللي هيشترك في هذه الجريمة يعاقب. يبقى مشارك في الجريمة. طبعا. تمام. هل البنت كده لما كتبت واعلنت هي كده ابلغت عن نفسها بالجريمة؟ طبعا هي كده بتقول ان هيعيشوا بتبات ونبات ويخلفوا صبيان وبنات، ومش عارف انا ازاي هتحصل حكايه الولاد والبنات والاولاد دي، مش عارف الحقيقه هتيجي ازاي. انما طبعا هو كده تحريض كمان، يعني لان انت بتقدم نموذج للبنات اللي ممكن يقعوا في هذه الخيه ولممارسه هذا النوع من الشذوذ في العلاقات اللي طب ثانيه واحده استاذ عصام عشان نفصل الفكره، ان هم لو اقدموا فعلا على هذه الزيجه المحرمه والمؤثمه قانونا وشرعا دي جريمه، كويس؟ جريمه. فكره ان هم يطلعوا يعملوا اللي عملوه ده على الفيسبوك ويعلنوا ان هم بيحبوا بعض وهيتجوزوا وبتاع، حضرتك شايف ان ده لوحده ده تحريض على الجريمه؟ ده لوحده تحريض على فعل الفجور والرذيله. بالظبط. وده جريمه في حد ذاته برضه جريمه. يعني لو حد قدم فيهم بلاغ حتى لو ما جوزوش ممكن يعاقبه. ده صحيح. انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه الفتوى القانونيه الاستاذ عصام الاسلامبولي المحامي والفقيه القانوني. كده يعني بردت ناري شويه وهديت، ضغط الدم نزل شويه، كلام واضح اهو. شرعا طبعا حرام، ده ما فيش كلام يعني، والمأذون لو اشترك في الجريمة دي هيبقى مشترك في الجريمة ويعاقب. وقانونا افتلنا هو الاستاذ عصام انها مؤثمة قانونا فكرة اقدامهم على الزواج، ومجرد الاعلان على ده في واحدة من وسائل التواصل الاجتماعي اللي ليها الذيوع والانتشار وهو الفيسبوك
هو جريمة في حد ذاتها اسمها التحريض على الفسق والفجور وممارسة الرذيلة. انا سؤالي بقى ليه يا بنتي كده؟ ليه يا لا بلاش حبيبتي دي، ليه يا بنتي كده لحسن الواحد يتلط في الليلة، ليه يا بابا كده؟ يعني ايا كان الكلام انتوا كاتبين ان انتوا عديتوا في ظروف صعبة ايا كان، انا معرفش ايه الظروف الصعبة اللي عديتوا بيها، وايه الحياة الاجتماعية اللي انتوا نشأتوا فيها، وايه الترابط الاسري او عدم الترابط الاسري اللي ادى بيكوا للنتيجة دي. لكن مفيش حاجة في الدنيا، مفيش حاجة في الدنيا تخلي الواحد يغضب ربه، وده مش اي اغضاب يعني، دي مش شربتي بيرة ولا شربتي خمرة ولا عملتي مش عارف ايه، ده شذوذ، ده فسق وفجور، يعني عرش الرحمن بيتهزله، عرش الرحمن والسماوات السبعة بيتهزوا من الرجل مع الرجل والست مع الست اللي هي المثليين او الشذوذ ده، لانه عكس الطبيعة وعكس النسق وعكس المنطق وعكس الغريزة وعكس الشهوة وعكس كل حاجة. فليه؟ فانا اتمنى الحقيقة انه اساتذتنا في علم الاجتماع والدراسات الاجتماعية وعلم النفس يفتونا، وهنتكلم لاحقا بقى في حلقات تانية على القصة دي، ويفكروا معانا ايه اللي ممكن يؤدي الى بنت سوية وبنت سوية الى انهم يعني يجنحوا الى هذا الشذوذ ويعلنوا عنه بهذا التبجح وبهذا الوجه السافر، ومش خايفين من مجتمع ومش خايفين من ربنا سبحانه وتعالى ومش خايفين من قانون ومش خايفين من اب وام ومش خايفين من عيلة ومش خايفين من جيران. شيء صعب، بس بما انهم اقدموا عليه يبقى في حاجة، وما ينفعش نحط راسنا في التراب زي النعام ونقول لا لا يا عم دي حالة وبتاع. خدوا بالكم دي حالة اعلنت عن نفسها، دي حالة اعلنت عن نفسها، ربما هناك حالات اخرى ما عندهاش نفس الجرأة ولا التبجح انها تعلن عن نفسها. ربنا يسترها علينا، ربنا يسترها على اولادنا وبناتنا والله العظيم. طيب لو تذكروا حضراتكم كنت اتكلمت معاكم عن مدينة الاقصر الجميلة وزيارتي ليها يوم السبت اللي فات، ونزهتي كده على كورنيش الاقصر السياحي الرائع، والملحوظة اللي انا توقفت عندها عند واحد من المراسي النيلية اللي في الاقصر، كنت قاعد بتغدى في مطعم فكان في قدامه مرسى نيلي، وشفت انا انه المعدية بتاعت المرسى، ودي الصور اللي انا عرضتها لكم امبارح، المعدية بتاعت المرسى معدية لا تليق لانها معمولة بشغل احنا بنسميه كده بالشغل البلدي، اللي هي سقالة خشب محطوطة بشكل مش مستوي. وقلت لحضراتكم انه وانا قاعد بالصدفة فوق ياباني كان طالع اهو، كان في واحدة رجلها مكسورة وحتى كبيرة وماسكة عكازات، وكان عندها مشكلة كبيرة جدا جدا في الصعود وزمايلها شالوها وكذا، بالاضافة انه منظر غير حضاري. الشيء الايجابي انه تدخل معايا امبارح العميد المندو المتحدث الرسمي باسم محافظة الاقصر، والحقيقة كان في منتهى الايجابية لما قلت له ينفع كده يا سيادة العميد، اول كلمة قالها لي لا ما ينفعش وده مظهر غير حضاري وانا اوعدك انه هيتغير، بس في النص قال ان المرسى ده تحديدا تابع لنادي اليخوت اللي موجود في الاقصر، مش تابع للمحافظة او نادي التجديف، قال تابع لنادي التجديف اللي موجود في الاقصر مش تابع للمحافظة، ومع ذلك احنا هنشوف معاهم ازاي يتصلح وكده. فقلت له تمام اشكرك شكرا جزيلا وان شاء الله تصلحوه وتبعتوا لنا الصور بعد التطوير. النهاردة تواصل معانا السادة القائمين على نادي التجديف في الاقصر وابلغونا رسميا انه هذا المرسى اللي احنا عرضنا صوره امبارح لا يتبع نادي التجديف. قلنا لهم طيب ايه الدليل؟ فبعتوا لنا صور للمرسى بتاعهم، تعالوا نشوفها كمان علشان يبقى البينة واضحة. قالوا ان هو ده المرسى بتاعنا، وادي النادي بتاعنا هو في الخلفية مبني على دورين، والمرسى بتاعنا معمول بالشكل اللطيف النظيف ده، في سلم على اليمين وفي المصعد ده او يعني المسطح ده اللي بيخدم البواخر والمراكب وكذا، وشكله الطف بكتير من السقالة الخشب اللي موجودة الناحية التانية. فقالوا ليس لنا علاقة من قريب او من بعيد بالمرسى اللي انتوا عرضتوا صوره. استاذ صلاح عبد المعطي رئيس النادي معي على الهاتف، مساء الخير يا صلاح بيه. معاك يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك يا عامل ايه، اهلا بيك. تحياتي لشخصك الكريم.
الله يخليك واهلا بيك، واحنا سعداء يعني. اولا احنا عرفنا حضرتك كنت مشرف الاقصر، ربنا يعزك. وفي نفس الوقت انا سعيد جدا بان حضرتك يعني تلمست شيء مهم جدا، وهو يعني مشكله المراسي الخاصه بالمراكب الشراعيه واللانشات اللي موجوده على شاطئ النيل في مدينه الاقصر. تمام. اولا المرسى اللي انا عرضت صوره امبارح لا يتبع حضراتكم في النادي. هو ده اللي احنا كنا حابين نوضحه، بس بالفعل هو المرسى اللي اتعرضت صوره ملوش علاقه بنادي التجديف، وزي ما حضرتك يمكن شفت انا مش قدامي دلوقتي التلفزيون. طيب. نادي التجديف يعني له مرسى خاص بيه، يعني الخصوصية بتاعته في ان هو بترسي عليه المراكب وكل ما هو له علاقة بالرياضات المائية. طبعا. احنا حضرتك المرسى بتاعنا يعني له شكل وله رصيف، انا عرضت الصور لحضراتكم ارسلتها لنا، والحقيقه شكل مختلف تماما عن المرسى. هو بس اللي انا عايز اوضحه حضرتك، احنا طبعا يعني زي ما حضرتك اكدت وانا باكد برضو على الايجابيه بتاعه صلاح بيه المندوب امبارح لما اتكلم على ان بالفعل ان في مشكله، والواحد بيبقى سعيد جدا لما يبقى بالفعل المسؤول بيستجيب لحل هذه المشكله. صحيح. هو خلط بسيط حصل ان بالفعل هو المرسى اللي حضرتك عرضت صوره هو قريب جدا من نادي التجديف، فاحنا عندنا في الصعيد نقول لك دايما يقول لك ايه عند كذا، عند نادي كذا، قريب من كذا. صح. تمام. فهو يعني يمكن مجازا ان مثلا المرسى يعني المرسى بيننا وبينه 150 متر شمال النادي. تمام. فدايما الناس بتربط بينه وبين النادي. باعتبار النادي هو الحاجة المميزة اللي موجودة في هذه المنطقة. بالضبط. انت عارف الصعيد عندنا يقول لك يعني عند كذا او قريب من كذا. صح. فهي يمكن ده الخلط البسيط اللي حصل. هي فرصة رائعة يا دكتور ان احنا اولا سمعنا صوتك وتعرفنا على شخصك. رقم الله اثنين يخليك. الله ان احنا اطمنا ان مرسى النادي بالشكل الحضاري المحترم، وده حاجة تطمئننا. الحمد لله. واحنا المحافظة طبعا متعاونة معانا جدا وبتقدم لنا دعم. السنة من 10 ايام كان عندنا البطولة العربية للكياك والكانوي، وكان عندنا سباق النيل الدولي، وكان مشترك فيه أكثر من 17 دولة، وإحنا الحمد لله يعني واجهة مشرفة للأقصر والمصر، والحمد لله كل ما يعني ما نحتاجه بتقدمه لنا المحافظة. فإحنا ممتاز. مفيش أي مشكلة. لا مفيش مشكلة، هي استبيان للحقيقة فقط للدكتور. لا استبيان، واحنا بالفعل انا عايز بس اطمن حضرتك على حاجة لو تسمح لي. اتفضل. احنا كجامعة جنوب الوادي ممثلة في كلية الفنون الجميلة في الأقصر، احنا يعني مكلفين من السيد المحافظ، وكنا بالامس كان عندنا اجتماع بملف خاص بملف مناقشة ملف التطوير في الأقصر. أيه. وكان على رأسه مسألة تهذيب وتجميل وتطوير المراسي اللي موجوده على شاطئ النيل، مش بس. طيب يعني هيبقى مسؤوليتك يا دكتور يعني. بالفعل مسؤوليتي، ما انا عشان كده بقول لحضرتك من الناحيه الثانيه هو مسؤوليتي كمسؤول هنا عن الفرع في الاقصر بتاع الجامعه وكليه الفنون الجميله تحديدا. أيه. واحنا ان شاء الله قريبا جدا حضرتك تيجي وتصور وتشوف وتشرفنا، وانا اسعد بيكم في الاسره، وهتلاقي المراسي دي اتغيرت تماما. انا متاكد. ودي تعليمات السيد المحافظ وكل الناس هنا متعاونه للارتقاء بمنظومه السياحه في الاسره. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور صلاح عبد العاطي، مدير او رئيس نادي التجديف بالاقصر. معي على الهاتف الاخر صلاح اخر، العميد صلاح المندوه المتحدث باسم محافظه الاقصر. مساء الخير يا صلاح بيه. مساء الخير. ازيك استاذ تامر؟ يعني تلبس الراجل امبارح في التليفون كده على الهوا يا صلاح بيه. لا بص يا باشا، الاول حضرتك انا سعيد جدا باهتمام اعلامي محترم لبرنامج محترم بحجم تامر امين. ربنا يعزك. بيهتم بالسياحه كهدف قومي للدوله وكهدف رئيسي لمحافظه الاقصر. تمام. امبارح انا كنت صريح جدا، انا ما انكرتش الصور وال وما رفضتهاش، وكنت ما قلتش دي خارج الاقصر. ايوه صحيح. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه انا قلت باللفظ كده، علقت على موضوع الصور، قلت ناحيه نادي التجديف. دي جزئيه. ماشي. الجزئيه الثانيه، لو الكاميرا بتاعت حضرتك اتحركت 2 سم في اليسار، وارد نلاقي حركه على المرسى بتاعه نادي التجديف. تمام. الايجابي في الموضوع، وبحب اطمن حضرتك ان النهارده السيد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر. أيه. عقد اجتماع في مكتبه الساعة 10 صباحا. تمام. كان بيضم السيد مدير الأمن، السيد رئيس مدينة الأقصر، الأجهزة التنفيذية المعنية.
تمام. وفعلا صدر التكليفات واحنا موجودين من السيد مدير الامن بتنشيط الدوريات وتكثيفها للمسطحات المائيه. واكون اكثر صراحه النهارده بالفعل تم القبض على 4 مراكب وعليهم 20 راكب. انا صريح اهو. تمام. 20 راكب باربع مخالفات في مراسي عشوائيه. تمام. ده جانب ايجابي. انا بقول لحضرتك وانا اكثر صراحه. لا لا صحيح. النهارده لينا ايه؟ فالدعوه بتاعت سيادتك ايجابيه طبعا ايجابيه. ما ننكرهاش، لا ما ننكرهاش، لان نقد بناء مقبول واحنا نتعامل بيه ونشتغل عليه. دي حقيقه. تمام. انا الحقيقه بشكرك شكرا جزيلا يا سياده العميد، والحقيقه مفيش استجابه احسن من كده. وطبعا سوء التفاهم اللي حصل ما بين ان ده مرسى التجديف ولا كذا، ده يعني زله لسان بقى، زله جغرافيه كده لمده كم متر يمين ولا شمال. لكن في النهايه القصه كلها اسمها الاقصر، واعتقد ان رئيس نادي التجديف يهمه ان المرسى بتاعه والمرسى المراسي اللي جنبه يبقى بشكل حضاري، وحضرتك والسيد المحافظ يهمكم ان المرسى كله والممشى النيلي كله يبقى بشكل حضاري. احنا عايزين ببساطه شديده انه المرسى اللي صورته على الشمال يتحول الى شكل من الاشكال الحضاريه زي الصوره اللي على اليمين. وانا واثق ان التوجيهات اللي قالها النهارده السيد محافظ الاقصر هتثمر عن تطوير المرسى ده وبقيه المراسي على طول كورنيش الاقصر. وفي اسابيع عديده حضراتكم تجيبوا لنا الصور بتاعه التطوير ان شاء الله، واحنا نعرضها كنوع من اغلاق الملف. طيب ايه فيش وقت؟ لا صلاح صلاح ماشي. ابو صلاح النهارده الحمد لله فرقته ليفربول كسبت 4-0، والخير ما بيجيش لوحده. هو كسب الفرقه كسبت 4-0، وهو احرز هدف، احرزه من ضربه جزاء، هو اللي صنعها يعني تسبب في ضربه الجزاء، وهو اللي احرز الهدف. وكتر خير اللعيبه زملاء ان هم سابوا له الكوره عشان يجيب جول، لان انتوا عارفين صلاح بيشارك في سباق هدافي الدوري الانجليزي، ووصل الى الهدف 12. لكن للاسف الجابوني اوباميونج مهاجم نادي ارسنال من ساعه كده احرز هدف لنادي ارسنال، فبقى هو المتصدر ب 13 هدف. لكن السباق لسه بدري والدوري لسه بدري، وان شاء الله ابو صلاح يحسمه. وكمان مانشستر سيتي اللي بينافس ليفربول على القمه خسر النهارده من ليستر سيتي في ملعبه، فبالتالي الفارق اتسع الى 6 نقاط. ومانشستر سيتي كمان نزل للمركز الثالث، فبقى ليفربول المركز الاول ب 51 نقطه. توتنهام صعد للمركز الثاني بعد ما كسب النهارده بقى 45 نقطة، ومانشستر سيتي بقى 44 نقطة. يعني فرق ما بين صلاح ورفاقه في ليفربول 6 نقاط عن أقرب ملاحقي وهو نادي توتنهام، و7 نقاط عن المركز الثالث وهو مانشستر سيتي. كويس؟ كويس. اللي مش كويس بقى، الحتة اللي مش كويسة، الأنباء اللي ترددت خلال ال 48 ساعة اللي فاتوا عن نية أو رغبة نادي ليفربول في التعاقد مع مهاجم والعياذ بالله إسرائيلي. الأخبار دي انتشرت خلال 48 ساعة اللي فاتوا، وقالت إنه نادي ليفربول بيفكروا في التعاقد مع مهاجم المنتخب الإسرائيلي، مش عارف اسمه إيه كده، شبخور فشخوش حاجة كده، وإن هما بيفكروا يتعاقدوا معاه في فترة الانتقالات الشتوية اللي جاية. والكلام كمان اللي تداول إنه محمد صلاح نجمنا المصري العربي المحترم بشكل ودي ابلغ اداره ليفربول انه بلاش تتعاقدوا مع هذا المهاجم، لانه مش هينفع العب معاه ولا جنبه، وانه لو حصل وانتوا صممتوا على التعاقد معاه انا ممكن امشي. ده اللي عمله محمد صلاح وفقا للروايه المتداوله. لو صح هذا الكلام احنا هنا قدام مشكله، مشكله حقيقيه. ايه هي المشكله؟ المشكله ليها بعدين، بعد قانوني وبعد انساني. خلونا نخلص من البعد القانوني لانه اسهل. بالقانون وبالاحتراف اللي دول العالم كلها ماشيه بيه، مفيش حاجه اسمها مصري واسرائيلي وفلسطيني وسوري ونرويجي ونيوزيلندي وبرازيلي وبتاع. انت عند الاتحاد الدولي لكره القدم اسمك لعيب كوره، وعند نادي ليفربول مفيش حاجه اسمها لعيب يقول لنا نجيب مين ولا ما نجيبش مين، او بيحب يلعب مع جنسيه ايه او ما بيحبش يلعب مع جنسيه ايه، او عنده مشاكل سياسيه وعاطفيه مع كذا وكذا. انا بكلمكم بالحق تماما، ده القانون والاحتراف بيقول كده.
على الجانب الاخر الموضوع صعب جدا. لو التزم صلاح بفكرة الاحتراف والقانون وادي الصح كده هتبقى مشكلة كبيرة، لان على ارض الواقع انا بقول لكم مش هتمشي، مش هيعرف يلعب صلاح مع المهاجم الاسرائيلي، لان هم هيقعدوا في معسكرات مع بعض وهيتدربوا مع بعض ويبقوا في وش بعض كل يوم وبياكلوا مع بعض وبيشربوا مع بعض، ثم لازم بقى يبقوا متعاونين في الملعب وده يباصل ده وده يباصل ده، ولو المهاجم الاسرائيلي لا قدر الله جاب جون لازم صلاح يروح يحضنه ويحتفل بيه، طب بلاش دي، لو صلاح جاب جون هيروح التاني النطع ده يروح يحتفل بيه ويحضنه وبتاع، فمشكله مشكله كبيره. واحنا اي حد مصري بعيدا بقى عن المعاهدات السلام وبتاع السياسه لها ناسها، لكن احنا كشعب في حاله قطيعه، مفيش تطبيع مع اسرائيل، في حاله كراهيه للكيان الصهيوني خصوصا في اللي بيعمله في اولادنا كمان الفلسطينيين، ناهيك عن التاريخ الاسود اللي عمله في احتلال ارضنا وقتله لابنائنا، فمش هتنفع مش هتنفع. هتقولي لي يا تامر طب الحل ايه؟ هقول لكم رايي المتواضع اللي تاخدوه ترموه البحر، لانه رايي ده يعني محدش مش ملزم لحد، لكن ده رايي المتواضع. على نادي ليفربول انه يحترم، ده رايي، على نادي ليفربول انه يحترم رغبه نجمه الاول محمد صلاح. هتقولوا لي هو في كده في الكوره وفي الفيفا وفي الاحتراف؟ هقول لكم اه في كده. ميسي اللاعب الاشهر والامهر ليونيل ميسي الارجنتيني هو المتحكم في نادي برشلونه الاسباني. ليه؟ لانه نجمه الاول، هو السوبر ستار بتاعه، هو السبب الرئيسي في معظم البطولات والمباريات والانتصارات اللي بيعملها برشلونه، لدرجه ان ميسي بيبقى له دور في تغيير المدرب، بيوصل كده مع الاداره يقول لهم خلاص المدرب ده مش ماشي معانا كويس بتاع ايه، غيروه، وبيغيروه. رونالدو قبل ما ينتقل الى نادي يوفنتوس السنه اللي فاتت كان هو المتحكم الاول في نادي ريال مدريد الاسباني، وكان بيقول انا عايز العب مع مين وجنب مين، يقولوا له احنا عايزين نجيب فلان الفلاني مثلا يلعب معاك في خط الهجوم في ريال مدريد، يقول لهم لا مش عارف العب معاه صفقه. في احترام للنجوميه، النجوميه ملهاش مش مجانيه. انا لما اكون انا النجم الاول ومعشوق الجماهير الليفربوليه كلها والانجليزيه وانا السبب الرئيسي وهداف الدوري الانجليزي وانا الهداف الاول بتاعك السنه اللي فاتت والهداف الاول بتاعك السنه دي وانا اللي موصلك لنهائي تشامبيونز ليج السنه اللي فاتت وانا اللي معليك دلوقتي وانا هداف الدوري وهداف النادي بتاعك دلوقتي، الكلام ده له ثمن، ما ينفعش يتضرب بيه عرض الحائط، ما ينفعش يقولوا له يلا يا صلاح من هنا احنا حرين فيما نفعل. فانا رايي انه على ادارة نادي ليفربول وعلى الجهاز الفني بقيادة الالماني يورجن كلوب انه يحترم، مش رغبة بقى، يحترم حرج وحساسية موقف محمد صلاح في عدم قدرته على اللعب بجوار لاعب اسرائيلي، عليه ان يحترم ذلك. ولو لم تحترم ادارة ليفربول ذلك وفي الفعل تعاقده مع مهاجم اسرائيلي، انا بقول لصلاح ارحل يا صلاح، ساعتها امشي من ليفربول، ومليون نادي من السوبر يتمنوا تراب اهدافك. اللهم بلغت، اللهم فشلت. مشاهدينا ومشاهدي قناة النهار، مساء الياسمين، واهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة مع تامر وياسمين. اسمحوا لي في البداية اهنيكم ببدء موسم البهجة اللي بدأ بأعياد الكريسماس ثم راس السنة ثم عيد الميلاد القبطي، واحنا النهاردة الليلة هنحتفل معاكم بطريقتنا، بس مش هقول لكم ايه، خليها مفاجأة. خلوني الاول ارحب بزميلي تامر امين. مساء الخير يا تامر. مساء الفل، ازيك؟ كل سنة وانت طيب. وانت طيبة، وسنة سعيدة عليكي وعلى مصر كلها يا رب، وكل اللي نفسه فيها حاجة يحققها يا رب 2019. يا رب. النهاردة هنتكلم عن توقعات 2019 وهنشوف ايه اللي هيحصل في 2019، ومتهيألي يعني حتى الغير مؤمنين بعلم الأبراج وبعلم الروحانيات والكلام ده متهيألي هيبقى عندهم فضول يعرفوا ايه اللي هيحصل، احنا هنحاول نفهم يعني. ماشي، غير المؤمنين بقى اللي هو انا يعني. بس اكيد عندك فضول تسمع. بصي، عندي فضول من اجل الفضول، بس انا الحقيقه الجمله نفسها بتضايقني. اللي هي؟ اللي هي نسمع ايه اللي هيحصل. مفيش حاجه اسمها كده. مفيش حاجه اسمها كده بجد. يعني ايه اللي هيحصل؟
انا اعرف ممكن تمشي شويه، مع ان انا برضو انت عارفه ان انا مش مؤمن بحكايه سمات برجي، وان انا مش عارف لما زحل بيخش مش عارف ايه، فانا ببقى عصبي. اه هو ده اللي انا عايز اقوله لك، ان في علم، يعني انا على فكره مش من المؤمنين بالكلام ده قوي بس امنت بيه مؤخرا، لكن في علم مبني على على يعني علم الابراج ده، مش مجرد جلجله وشعوذه، لا في فعلا علم. لا لا انا مش انا متاكد، بس في علم اسمه علم الفلك. اه علم الفلك اللي متعلق بالابراج والدخول الافلاك والمجرات والحاجات دي، ده علم طبعا، واحنا كان عندنا في العرب زمان يعني رواد هذا العلم. اه فايه بقى في المعلومه، انا بقول لك المشكله بتقول حاجه وبتنفيها. لا علم الفلك من اجل المجرات والنجوم ونستكشف هذا العالم اللي ربنا خلقه، ده علم وانا بقسم عليه. هو علم الابراج مبني على على العلم ده، مين بقى اللي قال كده؟ احنا هنعرف طبعا، هيبقى معانا حد من اهل الاختصاص. مين اللي قال كده؟ هي دي المشكله عندي. لكن انا اعتراضي هو ايه اللي مين اللي قال كده؟ هو مبني على العلم ده. ايوه هم اصحابه اللي بيقولوا كده. يا شو انا بحاول ابقى لطيفه عشان خاطر حلقه الكريسماس بتستفزني. هو ايه اللي مين قال كده؟ اصحابه اللي بيقولوا كده. مفيش، لا هم بانيين القصه هم. كلها صح، مش هم هذا العلم مبني على كده، انه انت مثلا برج كذا، فلما برج مش عارف ايه بيبقى السنه دي قريب من برج ايه بيبقى الصحه كويسه. مين اللي قال كده غيرهم بقى؟ هو ده اللي انا كنت بقوله. لا ده موضوع بقى ايه، لا انت فهمتي بس وجهه نظري بقى في ايه، قضيه جدليه بلا اجابه. لما يا سيدة العزيزه انت بتقولي دلوقتي انه لما بيحصل كذا كذا فبيحصل بناء عليه انه الشخصيه بيحصل فيها تغير مش عارف ايه وكذا، مين اللي بيقول كده غيرهم؟ مفيش حد. فعشان كده بقول لك هم اللي بيقولوا ان علمهم مبني على علم الفلك. لكن انا انت عارف اللي انت بتقوله ده شبه ايه؟ شبه ان انا اقول لك مين اللي بيقول ان في علم الطب ان الكلى لما يحصل لها كذا بتعالج غير الدكاتره؟ ما هو مين اللي بيقول كده غير الاطباء؟ لا العلم اثبت كده. لكن العلم لسه لم يثبت ان انا بتعصب لما زحل بيخش في ال. ما انا بقول لك ان هو علم مبني على الابراج ده مبني على علم الفلك، على حركه على دوران الكواكب وحركه الكواكب. طالما انت اللي بتقولي يبقى مصدقه عندي. انت برج ايه بس الاول؟ واحنا هنعرف دلوقتي هنكتشف شويه حاجات كده من خلال انا بس اعتراضي بس عشان فكره هيحصل ايه دي انا يعني معترض عليها جمله وتفصيلا، لان العلم الغيب لا يعلمه الا الله. انا بقول ايه اسمها توقعات، انا قلت توقعات ما قلتش هنعرف بقى ايه، هنعرف كل حاجه دلوقتي، هندخل في البلوره المسحوره ونعبر بالزمن ونعرف. بس انا عارف ان انت مش منهم قوي، بس ما اعرفش واضح ان انت تعديتي الفتره الاخيره، بس في ناس بجد انا بستغرب بنيه حياتها على توقعات المنجمين. يعني انا ليا صديق، ناس كتير كده، انا ليا صديق ومصيبه انه متعلم واستاذ جامعه، بس مش عايز اقول اسمه بقى، بس يعني لو زود شويه هقول اسمه على الهوا، استاذ جامعه بيبني نشاطاته في اليوم على حسب حظك اليوم اللي هي بتاعه الابراج. يعني لما يصحى الصبحيه كده او بالليل يجيب الجردان من بالليل ويقول لك حظك اليوم، مشاكل في العمل وبتاع ما بيروحش الشغل. ممكن تبقى ظبطت معاه كم مره، في كم مره ظبطت معاه فبقى خلاص. بس ده عقل؟ لا طبعا ده مش عقل. بس انا هقول لك مره ايه، مره اختي قالت لي، اختي من المؤمنين بالموضوع ده قوي، قالت لي ايه، ما تتجوزيش الشخص الفلاني ده لان ده برج كذا، مش هقول برج عشان ايه اصحاب البرج ده ما يزعلوش، وده نكدي وقماص ومقرف ومش عارف ايه. قلت لها انا هسال كمان يومين عشان خاطر البرج بتاعه، واتضح فعلا ان كل صفات البرج دي موجوده فيه. فانا مش انا بقول لك انا مؤخرا بدات اؤمن بالموضوع. يعني انت عشان وقعه حصلت؟ لا انا معش عشان حاجه، عشان ما حدث بعد ذلك. ايوه ما هو عشان وقع حصلت بالصدفه ان اختك قالت لك جلا فطلع الراجل نفس الوصف اللي قالته لك فامنتي بالقصه. انا قلت امنت، انا قلت اصبحت الى حد ما مؤمنه بموضوع. يعني لو جالك بكره واحد من البرج ده وطلب ايدك هترفضيه من اجل ان هو من اصحاب البرج ده؟ لا هطلع اجري الناحيه الثانيه خالص. للدرجه دي؟ طيب يبقى مش امنت بقى، ده انت خلاص بصمتي بالعشره. ده موضوع حتى مختلف عن موضوع التوقعات على فكره، انت كده ايه بس لازم تفصل بين الموضوع. لا ده غير التوقعات، هنتكلم على الابراج وصفات الابراج مش على التوقعات. انت دلوقتي بتحكمي او بتبني احكامك على الاشخاص سواء بقى في علاقه جواز لا او صداقه. لحد ما انت انا بكلمك عن واقعه حصلت، واقعه استثنائيه. ايوه انا بسالك دلوقتي انت بقى ياسمين النهارده لو نفس البرج، لو نفس البرج تكرر تاني اكيد لا. أكيد يعني. لا أكيد. حتى لو شخص قدامك صفاته كويسة وابن ناس وكويس وشريكي وبيحبك أكيد لا.
لا ألف سلامة. لا في حاجات تانية ألف بقى. ألف سلامة. في حاجات تانية أنا مش عارفة أتخلص منها أبدا يا تامر. زي إيه؟ قراية الفنجان مثلا. لا يمكن أشرب فنجان قهوة إلا لما أقلبه وأقراه. آه ياسمين فيها العادة دي، مفيش حتة نقعد حتى في أماكن عامة. لازم ونقعد فنجان لازم القهوة. لازم الفضيحة بتاعت أمها بتاعت ودلقل مش عارف إيه ومزروطة الترابيزة ونجيب الراجل معلش معلش أستاذة بس مريضة بقراية فنجان ولازم ننشف وبتاع. لا ده في كمان تفاصيل تانية غير موضوع فنجان القهوة. القطة السوداء انا مش مؤمنه بالكلام ده بس بشكل لا ارادي. زي ايه؟ في حاجات ورثناها من امهاتنا زي موضوع الشبشب اللي مقلوب. اه المقص لما مفتوح. لو شفت مقص مفتوح اطلع اجري اقفله. في حاجات كده مش لا بس دي تشاؤم وتفاؤل دي قصه تانية. لكن قرايه الفنجان لا ده مش هي كلها مش تفاؤل وتشاؤم، كلها تندرج تحت مسمى الخرافات. يعني هو المقص لما يبقى مفتوح هيحصل ايه؟ لا لا سيبك من المقص، هو الشبشب لما يبقى مقلوب هيحصل يا ستي ايه؟ سيبك من ده، انا بتكلم دلوقتي الفنجان اللي انت بتحرصي طول الوقت ان انت تقريه او حد يقراه لك. اللي بيتقال لك فيه بتصدقيه بنسبه كام في الميه؟ انا ما اعرفش بسالك. يعني بنسبه 40% 30%. تمام، مش اكتر من كده. لا هي مجرد ان في نسبه في حد ذاتها. انا شايف ان احنا كده على اول طريق. لا 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 انا بحب موضوع الفنجان على فكره من باب التسليه. موضوع قرايه الفنجان ده موضوع مسلي جدا. الستات كلهم يعني معظم الستات في قعداتهم بيجيبوا حد يقرا فنجان من باب التسليه. تسليه ايه؟ ده بن طبيعي انه انا بشربه كده، الفنجان يعمل في ايدي كده فالبن يعمل الناحيه دي كده في كده، فبقى خلاص قدامي شركه العمر وطريق السفر وهتجوز. طب الكف والكوتشينه ايه موقفهم معاك؟ الكف والكوتشينه؟ يعني لو الفنجان اتعوج كده وعمل كده، موضوع الكف بقى ماله الكف؟ يعني الاشكال اللي في الكف دي انت مولود بيها، خلقه ربنا، مش ممكن تكون علامات لشيء؟ انا ممكن. مش بقنعك على فكره. لا انا بتكلم ممكن بس معاك. الاكيد انه علامات لشيء يعلمها ربنا، لان بكره هيطلع لي حد بيقرا الشرايين، ما في شرايين جوه ليها خريطه ماشيه كده وعامله كده، فواحد يقول لك انت شرايينك راحه صحراوي والتاني يقول لك زراعي، حاجه بقى هنلعب لعب السنين. طب احنا هنشوف، بص هنشوف بعد الفاصل. انا هطلب دلوقتي يا جماعه فنجان قهوه هشربه في الفاصل، وبعد الفاصل هيكون معانا الحاجه ساميه هتقرا الفنجان بقى، وهنشوف مع بعض ايه اللي هيحصل. هنتقابل تاني في اخر السنه وهنشوف ايه اللي هيحصل. ايه رايك؟ انت هديتك لنا النهارده الحاجه ساميه. معانا الحاجه ساميه ومعانا كمان خبيره ابراج، يعني احنا هنرضي كل الاذواق اللي دي. بس خلينا ايه نطلع فاصل عشان الحق اشرب فنجان القهوه. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني، خليكم معانا. اهلا بحضراتكم مره تانية، لسه مستمرين في فقرتنا الاسبوعيه كل يوم اربع، فقره تامر وياسمين. مهديانا هديتين. الهديه الاولى الست اللي غنى لها عبد الحليم حافظ قارئه الفنجان، معانا ومنورانا الحاجه ساميه. اهلا وسهلا. ربنا يخلي حضرتك. ازيك يا استاذ؟ الله يخليك. ومشرفانا كمان خبيره ومتخصصه علم الابراج والافلاك وكل حاجه فوق، الاستاذه عزه العبادي. ازيك يا استاذه عزه؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ تمام. خلصت الفنجان يا استاذه؟ انا خلصت الفنجان اهو، بس مش عارفه انا عمري ما شفت حد بيلهط فنجان القهوه كده. الفنجان القهوه بيشرب رشفه رشفه. على فكره انا مش رشفه، انا ما شربتوش كله، هو ممكن تشرب منه بق وتقراه عادي. صح كده اهو؟ صح. حاجه ثانيه زياده قوي معاكي، زياده قوي. بس خدي بالك عشان ما يتدلبقش. طب قولي لي بقى كده اهو. لا اشربي شويه هتقرا سائل. شربت انت مين؟ هي هتحلل يا بابا. لا ده هي بقى ماشي كده بس. صح كده؟ بس نسيبه شويه. سيبي شويه. مظبوط كده اهو. هنرجع له تاني، بس خليني بقى ايه ابتدي مع استاذه عبير. لانه استاذه عزه، لانه التايتل خبيره ابراج وعلم ارقام. مزبوط. انا عايز اعرف يعني ايه علم ارقام، لانه انا اللي خطر في بالي ان هو حاجه شبيهه بعلم الجفر او مبنيه عليه مثلا. هو جزء منه. طب قولي لنا كده في تعريف سريع للساده المشاهدين، ايه هو علم الارقام؟ علم الارقام هو تحليل بيكون ادق من الابراج، لان علم الارقام بيعتمد على تاريخ الانسان نفسه، لكن الابراج لما بنقول توقعات بتبقى واخده العامه توقعات. يعني مثلا بقول برج الاسد او برج الحمل بتكون عامه، لكن لما الشخص بيديني تاريخه بس واسمه، الاسم برضو عباره عن ارقام بتتجمع، بيكون ادق في التحليل بتاعه. يعني بتاخدي اسم الشخص وتاريخ ميلاده، الاسم واسم الام وتاريخ ميلاده. اشمعنى اسم الام بقى دايما في الحاجات دي؟ اسم الام مش علشان اسم الام بيدي طاقه لاسم الابن. يعني لو الولد مثلا اسمه ضعيف واسم مامته قوي، بيبقى في توازن في الميزان الحرفي. نستنى هنا. انت كمان يعني ايه ضعيف وقوي؟ ضعيف من ناحيه الميزان الرقمي، لان كل حرف من دول بيبقى له رقم.
هي بتعتمد على كده يعني. كل يعني مثلا اسمك ياسمين، ياسمين كل حرف ليه رقم. طب انا اديتك قبل التصوير اسمي واسم والدتي، مش هنقوله عشان خاطر الاعمال بس. الاعمال برضه ده اسم، ده اسم حرف النيات. مش هنقوله عشان خاطر الاعمال. على فكره شايفاك. انا انت عارفه انا بعزها جدا بس مالهاش علاقه. طب دلوقتي بقى انا الرقم بتاعي رقم قوي ولا ضعيف؟ لا ياسمين رقم قوي، بس بالنسبه للشغل العاطفه مش قوي. بالنسبه للشغل والعاطفه، امال ايه اللي فاضل؟ انت اسم مامتك شويه ضعيف اسمك. لان كده حاجة. في طاقه يعني طاقته ضعيفه، طاقه الاسم بتاع الوالده. عايز تسال عند حضرتك اي اسئله؟ انا يعني هتزعل مني الاستاذه عزه؟ لا هرد عليك. مش هتزعلي؟ لا هرد عليك. طيب ردي عليا. لا اسالها على اللي كنا بنتكلم عليه قبل ما تيجي، موضوع العلم مبني عليه يعني. هو حضرتك مقتنع بالكلام ده فعلا؟ انا بدرس. لا تمام، ربنا يوفقك. طبعا انا بتكلم على انه حضرتك مقتنع فعلا انه وزن اسمي ضعيف ووزن امي بتقويه ووزن خالتي بتضعفه ومش عارف ايه، فبالتالي ده بيأثر على شغلي وعلى عاطفتي وعلى علاقاتي مع اصحابي. يعني مقتنع بكده بجد؟ لا، هو اسم الخاله ملوش، هي الام، الام اسم الام واسم ابنها. يعني في ناس كتير بيقولي وبيبقى مولود جديد اختار لنا الاسم، بيبقى ماشي. في حاجه اسمها هيئه فلكيه، الانسان اول ما بيتولد بيبقى شكل توزيع الكواكب. يعني الاب والام هم قاعدين بيختاروا اسم ابنهم، لو الست اسمها سوسن تختار اسم؟ لا ما هي مش كده. ما انا بقول لحضرتك هي عن دراسه، في حاجه اسمها الهيئه الفلكيه توزيع الكواكب، احنا بنتاثر بالفلك. هي الدراسه. ايوه ما انا بسال ايه علاقه هيئه الكواكب باوزان الارقام بتاعه ان بتيجي كده اعتباطا؟ انا سميت بنتي كذا او سميت ابني كذا، لما بنبقى قاعدين حاطين 10 اسماء وبنختار الطفهم بالنسبه لنا، وساعات حماتي تقول لي لا والله لازم يتسمى على راس جد جد وبتاع، ملهاش علاقه لا باوزان ولا باحجام. توزيع الكواكب اللي هي عطارد والزهره والارض والمشتري، دي اختصار يعني. احنا بنكلم الناس بنقول على الابراج، بنقول برج. مش هنقول لهم مثلا كوكب المشتري كوكب عطارد، بس بتكلم على الابراج على اساس حركه الكواكب، والكواكب دي كل كوكب ليه رقم. فبرضه بتكلم بقول الرقم، يعني مش هقول لواحد مثلا انت عندك زحل راح البيت مش عارفه كام فهيحصل لك كذا، انت عندك عطارد، لا بقول له انت برج الجدي الفتره دي مضغوط شويه. ليه بقى؟ لان الكوكب مثلا بينتقل من مكان لمكان، او في مش في بيته، مش في شارع. طب الكوكب ده لما بينتقل من مكان، معلش انا بسال اسئله والله. اوكي انا معاك. عن جهل يعني، انا ما لا افتي شيئا في هذا العلم خالص اطلاقا يعني. كوكب زحل لما بيتنقل من حته ويروح حته ثانيه، انا ايه علاقتي؟ الكون كله مترابط، احنا بنتاثر بالشمس وبنتاثر يعني، البحر نفسه بيتاثر بالقمر في المد والجزر، دي الشمس الاحتباس الحراري. حركه الكواكب الثانيه بقى اللي هي مش معروفه، يعني احنا ممكن الناس كلها عارفه الشمس والقمر لان هم دول النيرين الكوكبين الكبار اللي احنا بعد كده ايه يعني بنقول عليهم في المد والجزر وزي في نشره الاخبار كده حركات الملاحه. الجزء الثاني بقى اللي هو مخفي اللي هو في علم الفلك، اللي هو بنشوف حركه عطارد. يعني الفترة عندك الشهر 11 لحد 12 كان في تراجع في برج في كوكب عطارد، كان في حوادث كتير طرق، وكان في الامور متعطلة. انت لو تابعت الاخبار هتلاقي فعلا الحاجات دي بتحصل، بس ده عند كل الناس بقى مش عند برج معين. لا انت سؤالك ده يفتح بقى الباب لسؤال مهم جدا. انه انا في حاجه بستغربها جدا، انه ازاي مثلا كل المواليد اللي مولودين في الفتره دي من كذا لكذا اللي هم بيتبعوا برج كذا، مش ممكن هيكونوا كلهم صفاتهم متشابهه؟ أكيد. لانه صفات البني ادم او شخصيته بتتكون من خلال المجتمع اللي هو عايش فيه، من الخبرات المكتسبه. ففكره ان في صفات محدده بتميز البرج ده بالنسبه لي فكره يعني ايه يعني، هي ما ظبطتش غير مره واحده انا لسه بقول لتامر، لكن هي فكره بصراحه غير منطقيه. بصي انت سؤالك جميل وحلو علشان انا اوضح. مولود برج الحمل او اي برج إن كان، في حاجه اسمها عشريه. البرج 30 يوم بياخد دورته 30 يوم. بيبقى فيه عشريه اولى وعشريه ثانيه وعشريه ثالثه. كل فرقه من دول، هو البرج مثلا برج الحمل 30 يوم، العشره الاولانيين غير العشريه الثانيه غير العشريه الثالثه، كل عشريه بيبقى حاكمها كوكب.
فبيبقى على حسب الكوكب ده وعلى حسب الاسم واسم الام وتاريخ الميلاد. هو مش مقتنع خالص. واحنا على اي حال المخاطبين بحوارنا النهارده هم الناس المؤمنين بالابراج والمهتمين يعرفوا ايه اللي هيحصل السنه دي. فاحنا هنرجع لك تاني مع توقعات الابراج بس بعد ما الحاجه ساميه تشوف لي الفنجان. حاجه ساميه تمام كده؟ اتفضل. هو لازم قولي لنا بس حاجه ساميه عشان المهتمين برضو بالبن. امتى يتقري؟ لما ينشف. لازم ينشف. لازم ينشف لكن لو لسه طري كده وبتاعه ما يبانش. لازم الناس على الاقل. طبعا احنا دلوقتي مستعجلين عشان على الهواء. لكن على الاقل المفروض يتساب فنجان القهوه بعد ما يتشرب قد ايه عشان يبقى يعني واضح. يعني ما فيش 10 دقايق 5 دقايق. لا هو حسب كمان تقل البن. يعني لو خفيف تبقى الكلام مش ظاهر فيه. البن لو خفيف. فلازم اجيب بن محوج عشان يبقى لا. لازم يبقى تقيل عشان يتظبط. يتحط بن كتير في الفنجان عشان يتظبط. لا في السوى الكنكه بتاعه. ايوه في الكنكه بتاعته. لكن الجثه اللي بتشرب مش فارقه في حاجه. طريقه الشرب انا قصدي يعني. لا طريقه الشرب دي بقى يعني ترجع للي بيشرب. لا يعني معلش والله اسئلتي القرايه مش فارقه. انا قصدي يعني ادي فنجان اهو. كويس؟ ايوه انا بشربه. فممكن اشربه كده. واحطه. ايوه وبعدين ارفعه فما اشربش من نفس الناحيه او شارب من النص من حته تانية مثلا وبعدين شارب من بتاع وبعدين ارجه. ده كل ده ياثر ولا هو لازم ابقى اشرب من حته واحده عشان يبقى السياق واحد يعني؟ لا مش شرط. اعمل اللي انا عاوزه. اشرب زي ما انا عاوز. اشرب زي ما انت عايز. بس من اي مكان. انت حاجه ساميه لما تيجي تقري لازم تمسكي من المكان اللي شربت منه. انا سمعت كده. لا بالعكس. فعلا؟ بالعكس. طب انا سمعت ان هو مكان كان. الفنجان متقسم 4، ربع للعاطفه وربع مش عارف للعمل وربع للرزق على اي حال وانت بتقري سيبك من الثلاث ارباع الاولين وركزي معايا في ربع الرزق كده وانا هتظبط. ده بتاع ربنا مالناش فيه. ما هو كل حاجه بتاعت ربنا حاجه. ايوه ونعم بالله. الرزق بس بتاع ربنا. ما هو العمل بتاع ربنا والعاطفه بتاعت ربنا كله بتاع ربنا. احنا كلنا بتوع ربنا. سيبها تقري في جوانبها زي ما دريت. ونعم بالله. بس ارجوك يا حاج. بسم الله الرحمن الرحيم. كل اللي تشوفيه تقوليه. اللهم صل على كامل النور. ايوه عليه الصلاه والسلام. كل مش ده فنجان ياسمين. كل اللي تشوفيه تقوليه. ماشي. تقولي لا بقى هقول لك بعد الهوا وبتاع. اللي تلاقيه تقوليه. ماشي. شكله كده من اولها كده تمام ولا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت عامله ايه يا عز؟ انت عاطفيه عاطفيه عاطفيه. انا ماشي. بس ان شاء الله السنه الجديده دي هتكون بخير عليكي. انت في فرحه عندك. في فرح وفي جواز. نزلي سنه كده حاجه سامية عشان اتفرج معاكي. في فرحه عندك وفي جواز باذن الله. في جواز. تمام باذن الله. مش باين شكله ولا اي حاجه. طبعا باين شكله. أنا بيطلع ساعات اسمه. انا كمان. بيطلع ساعات اسمه كمان. تمام. وكلمه الله. الله بتبقى مرسومه اكنك جايبه ريشه ورسماها. كلمه الله. لا خلينا الاول بس في موضوع العاطفه والجواز ده. مش باين شكله ولا اسمه؟ مفيش اي حاجه طالعه كده؟ هو انت جايبه خطبه؟ ده الاستاذه مالهاش علاقه بالاستاذه ساميه تقول لك اللي موجود. بس عشان اعرف اتوجه فين. لا في واحد في حياتك طويل وسيم. ابوس ايدك يا حاجه. ركزي كويس عشان الكلام كده ممكن يخبط. وشعره اصلع. ركزي كويس قوي. اصلع ووسيم. لا اصلع تمام كده مصدق يعني اولا. لا تمام تمام. مبروك مبروك. قبل اصلع بتقول لك طويل ووسيم. انا مسكت في طويل عشان ما تتكتيش يعني على وسيم. يعني الموضوع ملوش اي علاقه بيك. ليه مش عاجبك الطول ده كله؟ بتقول وسيم. بس في فرحه عندك. في فرحه عندك. اول السنه الجديده دي فرحه. يا رب. فرحه عندك يا رب ان شاء الله. انا بمناسبه الفرحه عايزه عروسه وعريس اهي قدامي. عروسه وعريس واصلع. ده انا هفرح فيكي فرحه. بس انت عندك شويه زعل جامدين مع نفسك. بس لما بتكوني زعلانه وفيكي زعل ما بتقوليش لحد. بتاخدي جنب كده مع نفسك. حملت قاسيه. بس انت مضيتي على ورق قريب. مضيتي على ورق قريب. ورق بيع ولا شراء ولا ايه؟ العالم الله. العالم الله. انا عارف ورق ايه اللي مضيت عليه. ورق ايه؟ تلاقيها صيانه وحاجات. حاجات بتدفع. ماشي هي قطع غيار بالصيانه.
بس انت دخل في ايدك فلوس، دخل في ايدك فلوس لسه ما دخلش حاجه، هيخش في ايدك فلوس يا رب. 7 700 7000 لا لا خلينا في 700 خلينا في 700 ما هو 700 هم مرسومين اكنك جايبه ريشه ورسمين. في الكنترول روم بيقولوا ممكن يبقوا 7 مليون. يا قول يا رب يا رب قول يا رب. ده المهر بقى. لا احنا نسال بقى عزه، نسال عزه في الموضوع قول يا رب. الفرح والفلوس والحاجات دي 2019 عامله زي مع 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 كل الابراج، لان سمعت ان 2019 سنه فيها انفراجه كده للابراج كلها، صحيح الكلام؟ 2019 سنه هيكون فيها وفره وهيكون بالنسبه للعالم يعني عامه هيكون في تغيير في منظومه التعليم، وهيكون يعني كل حاجه بوفره حتى المحاصيل الزراعيه ده بالنسبه لمصر. وهيكون في جديد في النظام التعليمي ده بالنسبه لمصر. طب انا عايزه اخد منك بقى ايه للمهتمين بالابراج عشان وقت البرنامج، لكل برج يعني دقيقه كده هو نتكلم على حظه في 2019 دقيقه لكل برج، وبرج التور ممكن نص ساعه كده. اوكي. عندنا اول حاجه هنبدا ببرج الحمل. برج الحمل طبعه ناري. برج الحمل في على 2017 كان في ضغوط عنده كتير ماديا، وكان في مشاريع متاخره على اول السنه، الامور مش هتبقى مظبوطه لسه معاه، بس من بعد من على شهر مارس كده الامور هتبتدي تتظبط معاه، وكمان هيكون في مشروع جديد دي هيتم. ده من ناحيه العمل. اما من على الصعيد العاطفي هيكون في قرار اختياري مع شريك حياته. اما صحيا بقى ممكن متابعه الضغط، لان هو يعني عامه برج الحمل بيبقى عصبي، فالدوره الدمويه او الضغط عنده ما بيبقاش مظبوط يعني. عندنا تاني حاجه، عندنا برج احنا عندنا طلبات بس في الكنترول روم، الجدي والحوت. ما هو وبعدين هتمر على بتستعجليش على مستعجلين قوي، مستعجلين جدا. عندنا تاني حاجه برج التور هيكون محظوظ جدا السنه دي، بس من الجانب المادي اكتر منه من العاطفي. لا ما هي خلاص العاطفي الحاجه ساميه طمنتني كده تمام كده زي الفل، ظبطنا الناحيتين. ما بنقول بقى التور توقعات 2019 العامه. وهيكون في مبلغ مالي متاخر اوراق قضائيه او ميراث بيرجع له. فهتكون السنه بالنسبه لبرج التور ماديه بكفاءه يعني اكتر حاجه ان شاء الله. اما عاطفيا هيبقى في توترات في العلاقه، وهيبقى في قرارات مصيريه بالنسبه له. اما صحيا فهو بيحتاج المشي والتمارين التنفس. عندنا بعد كده برج الجوزاء. برج الجوزاء بقى له يجي اكتر من سنتين ونص تعبان مش مرتاح على الصعيد العام في العمل وفي العاطفه وفي الصحه. السنه دي هتكون عنده فيها ايجابيات كتير. كوكب المشتري موجود في برج القوس، وهيبقى ليه طبع ايجابي على الجوزاء كمان. هيكون عنده في جدالات مع بعض الاشخاص هتنتهي على 2019، وعاطفيا هيكون في قرار جواز. قرار جواز هيبقى حابب الاستقرار يعني. صحيا عنده شويه ممكن وجع العظم وخصوصا الظهر على 2019 يتابع طبيا. عندنا بعد الجوازاء عندنا برج السرطان. برج السرطان هتبقى برضو بالنسبه للحظوظ بتاعته هتكون مهنيا كويسه جدا، وبالتالي هتعود ماديا يعني. في مشاريع عنده بتتحقق، او حتى لو هو في مشروع هيكون في توسع. عندنا في الامور العاطفيه مش هتبقى متظبطه قوي 2019 عاطفيا يعني. انا اسفه على المقاطعه، بس يا جماعه يا ريت الكاميرا تجيب تامر، شوفوا الرياكشنات بتاعه تامر عظيمه. وهيحس عنده رغبه في الانعزال برج السرطان، ولكن نفسيا هتكون احسن شويه من ناحيه ان هيلاقي المشاريع اللي هو ابتداها يعني بتتحسن تنجح افضل. اما صحيا افضل يعني من قبل، ما فيش حاجه معينه صحيه. عندنا بعد كده برج الاسد. برج الاسد برضو من الابراج اللي كانت مضغوطه خلال السنين اللي فاتت، وخصوصا على 2018 وخاصه صحيا وماديا. السنه دي بتنتهي المشاكل، وفي لو في اوراق قضائيه برضو ان شاء الله هتتحل على 2019، وهيكون بيرتب اولوياته. عندنا بعد كده اللي هو من الجانب العاطفي عنده ارتياح عاطفي وقرارات ارتباط على 2019. اما صحيا محتاج ان هو يتبع حميه غذائيه. عندنا بعد كده برج العذراء.
برج العذراء عنده قرارات مهمه السنه دي وفي امنيه ان شاء الله هيحققها من السنين اللي هتكون مميزه عنده برضو البرج العذراء، وفي تغيرات على الصعيد الشخصي. بعد كده عندنا من ناحيه الشخص ازاي يعني اللي بتبقى عامله ازاي من ناحيه العذراء. انت مش قلت ان انت مش تغيرت في حياتك؟ ما انا عايز اعرف التغيرات الشخصيه دي بتبقى عامله ازاي. طب لا مصلعه باين ولا حاجه مصيبه لازم تقول دلوقتي. انا بقول ونشوف بقى هيحصل ولا. بصي انا بقول التوقعات العامه على 2019 لكن لو عايز يعني الشخص نفسه عايز الحاجه اللي خاصه بيه بيبقى ليها تحليل تاني، ان هو بقى بالاسم بتاريخ ميلاده الخاص بيه هو. انا بقول لك التفاصيل لكن دي بس عشان بقيه الابراج ما يزعلوش. اوكي. وهيكون في عنده انتقال من سكن او مكان عمل، في تنقلات عنده. عاطفيا عنده شعور بالحيره مع الشريك، وعنده الامور بتستقر بس على النص الثاني من العام. اما صحيا بيحتاج فتره من الراحه. عندنا برج الميزان. برج الميزان في اول السنه هيحس ان الامور لسه ما ظبطتش معاه ولسه في ضغوط برضو عنده. لكن يعني عايزه انا بس هستاذنك عشان وقت البرنامج نختصر اكتر عشان انا خايفه الوقت يخلص ويكون لسه في ابراج ما قلناهاش فيزعلوا. طيب تمام. برج الميزان عنده السنه دي احتماليه شراء عقار او سياره جديده، وعاطفيا هو صاحب القرار لان هيكون في حسم برضه. عندنا بعد كده برج العقرب. برج العقرب هتبقى زي برج الثور. برج العقرب العايق ده. برج العقرب زي برج يعني الثور. هما السنه دي هتبقى السنه ماديه. ماديه اكتر منها عاطفيا. عاطفيا مش هيكون مستقر. وفي خطوه جديده هياخدها برج العقرب السنه دي. عندنا بعد كده برج القوس. برج القوس هو يمكن اكتر الحظوظ السنه دي، بس لان كوكب المشتري اللي هو اصلا حاكمه موجود في بيته عنده، فهيكون الحظوظ عنده مضاعفه وهيكون في زياده في الوزن، لان يعني السنه بتدي كل حاجه، الكوكب المشتري بيدي كل حاجه مضاعفه. عاطفيا عنده تحقيق امنيه وفي فرص زواج وفي فرص انجاب عنده. فاضل لنا كام برج كده؟ فاضل اثنين بس. الجدي عنده حلول قضايا معلقه، وعاطفيا عنده زواج برضو. برج الدلو هيبقى عام قوي ليه ومن الابراج المحظوظه جدا، وفي زواج واستقرار وتحسن في العمل. واخيرا برج الحوت في نجاح ماديا لكن الامور العاطفيه ليست على ما يرام. طيب الف مبروك لانس في زواج السنه دي. ده كده اللي متجوز ممكن مراته تشك فيه. تعرف انه هيتجوز تاني في 2019؟ لا دي عامه، دي التوقعات عامه. اي ما عامه لاصحاب البرج. عامه لاصحاب البرج. طيب يعني لو واحده مش كل اصحاب مرات راجل حوت دلوقتي تقول لك جوزي هيتجوز عليا. لا اكيد، ما احنا اتكلمنا في اول حلقه ان كل واحد خاص بالارقام بتاعته. علم الارقام بقى. ايه اللي ما قلتهوش في الفنجان يا حاج؟ لا ما قلتش حاجه. في حاجات كتير. ايه اللي شفتيه وما قلتيهوش؟ لا ما شفتش حاجه وحشه، كله كويس ان شاء الله. كله كويس ان شاء الله. انت بس اول حاجه قلتيها في الفنجان على ياسمين انها عاطفيه. الحقيقه ما تزعليش مني بقى، انا اعرفها عنك. ايوه. هنا مفيش عاطفيه، دي شايله قلبها وحاطه بلوك حجر، مفيش عاطفيه دي خالص. لا لا مش موجوده العاطفه. ازاي مش انثى؟ ازاي يبقى مش ايه؟ مش انثى؟ لا نتكلم في انثى دي بعدين. انا بقول لك بقى بالمعرفه ازاي بقى هنا مفيش مشاعر. بقول لك بلوك حجر. مفيش مشاعر دي. معقول؟ يا نهار ابيض. معقول؟ مشاعر ولا لا؟ ده هي قمر كلهم على فكره في الكنترول. برضه قمر دي قصه ثانيه. لا دي انثى لازم يبقى عندها. بيقولوا لك حرام عليك بلاش تدليس. بلاش تدليس. طب بذمتك كده وحياه البروبرو ده انت عاطفيه؟ طبعا انا شخصيه عاطفيه جدا. اصل انا شخصيه عاطفيه بس صلبه، ده مش معناه ان انا مش عاطفيه. دايما الست الصلبه المستقله بتدي انطباعات للناس ان هي ست ما عندهاش غير عاطفيه. عشان انت عاطفيه بعقلانيه. انا شفت لك برضه. شفت بقى هنا ثلاثه على واحد. فايه فلازم الحلقه نقفل على كده عشان انت ايه هتخسر في الموضوع ده. لا بس عندك انا مش عايز اتكلم، مش عايز اقول، مش عايز اتكلم. عندك حاجات كويسه. لا ما تتكلمش. ما تتكلمش ولا تقول. عندك حاجات كويسه. طيب عشان وقت خلص خلاص، الناس بتجيلك بجد بتبقى عايزه ترشديها في حياتها؟ يعني بتقول لك مثلا شوفي لي شخصيتي من الفنجان، ولا بتقول لك اتجوز مين ما اتجوزش مين، اعمل مش عارف اشتغل ايه ولا ما اشتغلش ايه؟ يعني بيبقوا عايزين نصايح حتى في مستقبلهم. لا ده المستقبل ده بتاع ربنا، مالناش فيه. طبعا انا بكلمك عن الناس اللي بتجيلك. الناس اللي بتجيلك بيبقى همهم كده، تقول لهم
يمشوا في انهي سكه، ولا مجرد بس ان انت تقري لهم عن شخصيتهم؟ لا عن شخصيتهم، يعني الوقت انت جيتني بتقول لي شوفي لي الفنجان، فانا بشوف لك اللي قدام الحاجه الكبيره بقى دي بتاعت ربنا ما لكن لو واحده جايه لك مثلا بتقول لك انا بتقدم لي عريس اتجوزه اوافق ولا ما اوافقش، ما تقول لهاش؟ لا، ما هو اللي قدامي ممكن اسمه، ممكن شخصيته، ممكن شكله، ممكن حاجه فيه حاجه تشد جواه. شخصيه العريس اللي ما شربش الفنجان موجوده في الفنجان بتاعه. بتبقى موجوده. سبحان الله، وعجبت لك يا زمن. موجوده. ايه محبصه دي يا حاجه؟ يعني ايه محبصه؟ اللي بيجيب البن ده. عندنا في حتتنا حلو. طيب شرفتونا وانستونا ونورتونا، وطبعا احنا بنهزر لكن في النهايه بنحترم كل تخصص لكل انسان، وكل واحد طبعا حر في اعتقاداته والحاجات اللي مؤمن بيها. الحمد لله رب العالمين. العاطفيه الرقيقه تختم الحلقه. انا العاطفيه انا بشكر طبعا لله. بشكر حاجه ساميه عشان قالت لي كلام جميل، وبشكر عزه لان هي يعني ادت كبسوله تفاؤل كده لكل المشاهدين، وقالت لهم ان شاء الله 2019 حلوه، هتبقى سنه جميله ان شاء الله، سنه خير ان شاء الله، وسعد، ونتمنى ان هي تكون سنه خير وسعد على كل اللي بيشوفونا. ان شاء الله تصبحوا على خير، ونشوفكم الاربع الجاي ان شاء الله بامر الله يا حبيبتي. شكرا.